begun, connecting us with one purpose, to create and shape opportunities to grow. We are creating a better way to a better future, a Pan-African future, together. Ecobank, a better way, a better Africa. السلام عليكم اخوان كيديرين كلشي مزيان بالنسبه دابا قيت الدراري اللي جابوا النتيجه ديال مصر راه قيدتهم ها هما هذا شويه وغتبدا القرعه ان شاء الله شويه وغيبدا وما قيدتهم دابا كاين زمكيل كاين خو خويلي يوسف كاين ايمن من داشيدي كاين مهدي وعلي كاين رضا الي سامي كاين رمضان كاين نوفل السعيدي كاين حمزه ومومو وكاين موكار وكاين علي وشريف كاين بلال قيدو وكاين اسامه بن سالي المهم دابا بدات ولقاء كان المسابق في الجوله الثالثه ها بقيتو شويه غتبدا القرعه ان شاء الله يلا سالات مشيت سيد حصه يلا ساليت الحصة دابا قلت لكم ستة قلت لكم ستة غنبدا ستة غنبدا ها ياسين ها توقيع واحد ها نتيجة واحدة قلتي لنا عراب قلتي لنا انت النتائج ديال المباريات كاملين دابا دابا اللي بغي دابا بداية دابا بدات دابا هادو قيدتهم ديال النهار اللي لعبات مصر شوية غتبدا القرعة ان شاء الله وضربة البداء هنا في ملعب امادو جون كوليبالي في كونغو لمباراة دور ال 16 مالي بوركينا فاسو 11 لسنا كوليبالي 12 محمد ياسين اختار وحدة وحدة وتنيل هجوم 25 لاسين سينايوكو و 26 كاموري دومبيا تشكيلة منتخب بوركينا فاسو في خيارات الفرنسي هما راه قيد ديال مصر باش نعاود هما قيد ديال مصر هما شويه غتبدا الكره غادي يختاروا جوج ولكن بالنسبه للماتش تاع المغرب غنختار اربعه عشرة بيترو دراوي 15 عبدو تفسوبا وبينهما 13 قمر وشوكا هذيك عبد الحكيم وسيم 1-0 لمنتخب بوركينا فاسو وهنا الراية في ختام بيترو دراوي فلاي ساكو يستفيد من المخالفة المسابقة غادي تبقى حتى تبغي يبدا الماتش المغرب اسبقية مالية ديك الساعة غادي نصوروا النتائج وصافي غادي تبدا ديك الساعة غادي تسعي الماتش غادي نشوفوا صحاب التوقعات اللي جابوا التوقعات تعود لكان تونس 2004 في ملعب المنزة مجموعة ثانية 3-1 المالي واخر مواجهة كانت في كان الكامرون 21 في المجموعة الأولى 1-0 المالي لم يصبر وانفاز منتخب بوركينا فاسو على مالي ست مباريات ودية كويسين وكيدير صباح بخير الحمد لله الساعة الله يحفظك كويسين هناك على مستوى الأرقام للنصور المالية لكن منتخب بوركينا فاسو خويا محمد كيدير ما كيدير محمد السرتي وطلع سارجي مرحبا اجي رايح حتى شهر عندنا كاع مرحبا بك اخويا محمد اخويا محمد ماشي شهر تتريني واكل شهر بكلشي مرحبا الدقيقة الثالثة يمنع راس
مع اللي ماركات البيت الاول لولا عن قام ليسر والمتابعة في الثانية من أمادو هيدرا في شباك الحارس آل بوركينابي إيرفي كوفي واحد عليك عزيز عليك تمكيد مبكر جدا لهدف أمادو هيدرا لولا كانت مبكر زكريا باكورد تصير ديال شي حاجة في الواتساب تطلع الدينا مرحبا أخويا محمد مرحبا نجم لاعب سيتش الألماني يوم ديونا هدف مباراة مالي بوركينا فاسو هذه عادة لولا بالرأس عقاب بين إيران الصديقة بين إيران صديقة المدافع المدافع البوركينابي هو من خالط العارس إدمون تابسوبا بالخطا في مرمى أيوه 3-0 مدافع بوركينا فاسو ومدافع باير ليفركوزن بدات المسابقة بدات 1-0 سعد للمنتخب المالي تاتسوبا بالنسبة للنتيجة ديال مصر 12-1 اللي جابوها غادي نديروا القرعة صافي واحد الشيء وغادي تبدا القرعة إن شاء الله بين مالي وبوركينا فاسو هذيك عزيز هذيك مرحبا اخي عزيز مرحبا سبوبي صعد الى خارج الملعب ستعود برمية تماس من اماري دراوي انا معاكم دابا في اللايف انا معاكم دابا في اللايف حتى يبغى يبدا الماتش ان شاء الله يلا منتخب بوركينا فاسو ونجح مرحبا اخي حسن 3-0 ايوب 3-2 عبد الله 2-1 ايوب 3-2 مرحبا 2017 في الكاميرون حاتم 1-0 انهى في المركز الثالث و2021 في الكاميرون انهى في المركز الرابع من خلال الحضور والمشاركه رقم 13 للخيول البوركينابيه بلماء المنتخب فيلا 2-0 المغرب مرحبا رقم 13 في نهائي الكان في اخر نسختين ها هي بينا السميه ديال شتيها على حسب النتيجه ديال مصر تا وحمزه وكاع الدراري دابا اللي جابوا شويه وغادي دار القرعه ان شاء الله شويه تنستنى واحد الدري صاحبي يجي وغادي دار القرعه في دور ال 16 الى حد الان في كان كودي 12-1 اللي جاب اللي جاب النجم من عزة كابوري كمال 1-0 وتدخل من فلايساكو ادمون تاسوبا كره رائعه شكرا شكرا من أمادو هيدرا ضربة عقام الأيسر بالرأسية وتزوبا خالد حارس إيرفي كوفي ويعطي أسبقية للمنتخب المالي رمضان 1-0 شوية غدا القرعة شوية غدا القرعة إن شاء الله شوية غدا منتخب بوركينا فاسو ومحترف أستون فيلا الإنجليزي بيرترون تراوي يرفع كرة كرة بالراس كرة أولى ويا أخوها الحارس صعد مرة ثانية الخطأ للحارس المالي شيكي ديانا خطأ في عمر قيد السميات من عبدول تفصيل ديال اللي جابوا نتيجة ديال مصر إصابة لشيكي ديانا شوية وغدا الكرة إن شاء الله هذه الإعادة لكرة بيرترون تراوي الأولى والثانية والخطأ ضد عبدول تفصوبة ذكر المنتخب المالي كان تصدر مجموعته الخامسة اللي لعبت في هذا الملعب في مدينة كوروكو يعني بالتالي له أسبقية الاستقرار وعدم المغادرة مع نهاية مرحلة المجموعة سفيان جوج الواحد تصدر المجموعة الخامسة بخمس نقاط شويش الصغير جوج صغير أمام كل من جنوب أفريقيا ناميبيا وتونس بعد الانتصار على البافانا بافانا 2-0 تعادل مع تونس 1-1 وتعادل في المباراة الأخيرة مع ناميبيا دون أهداف بينما منتخب بوركينا فاسو كان أنا في المركز الثاني في مجموعته الرابعة بسبع نقاط في أيمن 2-1 خلف أنغولا باش نعاود راه غادي نختار ربعه الماتش تاع المغرب غنختار ربعه كان فاز في مباراه انا جيت ترى سولت عليك الله يسهل في العرضيه الاولى من امادو هيدرا
وفي محاولة إبعاد سوفيان. مرحبا مرحبا جوج الواحد. كلشي غيتسجل كلشي. حمزة هو جوج اللي تختاروا ديال مصر جوج. ها هما راه هي السمية ديالك حمزة. هاي هي السمية ديالك. جوج اللي تختاروا ديال مصر ولكن في ديال المغرب غيتختاروا أربعة. هاد الماتش ديال اليوم ديال المغرب غنختار أربعة اللي غادي يجيو. يعني كاين لا شونس قد ما تزاد المغرب طلع غادي نزيد الثاني وفي الفينال غتكون مفاجاه ان شاء الله. الا طلع المغرب في الفينال تكون مفاجاه. كان 72 في كان الكامرون وخسر هذاك ضد الكونغو 3-2. مارتين مارك الثالث في 2012 في غير الاستوائيه والكامون. وفي 2013 في شرق افريقا ثلاثه مرات مركز رابع. 94 في تونس 2002 في مالي هو 2004 في تونس. لا هذا واحد اخر. ترى هذه كاع لي فاز ديال الدوري طارق في طارق. 2019 في مصر و 2021 في الكامرون. ديال طارق. مخالفه لمنتخب بوركينا فاسو. المخالفه لبلادي الياس السعودي. لاعب بيراميدز. عبد الرزاق 1-0. الياس السعودي 3-1. كلشي غادي كلشي غيتصور كلشي. محمد طاهري 3-1. مرحبا من لاعب منتخب المالي. يلا ديال دابا النتيجه ديال تعود الكره من عيسى كابوري. الكره الاولى ها هو جديد جديد بعيدا خارج الملعب. رمية تماس للمنتخب المالي بعيدا كرة الحارس كوفي. كيد حضور جماهيري كبير هنا في ملعب امادو تشون كوليبالي للجماهير الماليه. دخله فابور كانت دخله فابور مباراه طويله حدود الايفواريه على غرار ما شاهدناه تقريبا في كل مباريات الدور الاول. مسانده كبيره للجماهير الماليه لمنتخب مالي. بلال 2-0. سيكون ياكاتي مع ابو بكر بلال. السميه ديالك ديال مصر هي ترجع من جديد. سيمو جوج المغرب ان شاء الله. سيكون يا كاتي تبع الكرة من هناك المتابعة من تاتسوبا يرجع لحارسو ايرفي كوفي. المسابقة فيها من 6 ل 7 من 7 ل 8 ومن 8 ل 9 في هذا السوايع. باش اللي مازال ما دخلش يدخل 1-0 المالي. يدخل هدف المدافع ادمون تاتسوبا بالخطا في مرمى ايوس. اش باغي تدور هنا؟ اسير ياسر الدار. اكيد مهمة صعبة تنتظر بيدري. 2-0 درتي انت 1-0. 1-0 قائد منتخب حسن الفرساوي. 2-0 مرحبا تاتسوبا وعملية الاعتراض من محمد كمارا. خطيرة كرة من هناك لمنتخب بوركينا فاسو وتغطية بوبكار كوياتي أمام عبدول تاتسوبا بين الركنيه. نبيل 4-0. القرار في الاخير القرار في الاخير ركنيه رمضان. ضربه ركنيه هاي للمنتخب البوركينابي. شتي هاي من تشيكيديارا. صعود كل من تاتسوبا سيمو وايستوفو طلال. فين طلال؟ أهمية الكرة الثابتة معتز الشربيني الحكم. بارطاجيو اللايف مع أصحابكم. بارطاجيو اللي بغى يشارك مرحبا. بارطاجيو اللايف مع أصحابكم ولا تاكي صحاب اللي بغى يشارك. اللي باغي تريني ما بغاش تبقى حر. الكرة تتعدى من راسية الراسية دايو. ياك طالع نوصلوا للفينالات وربحوا. مرحبا خويا رمضان. كاين الشفافية اسمع الشفافية جيب النتيجة جات فيك القرعة مرحبا بك. الماتش تاع المغرب غادي نهز أربعة الناس وهذا ديال مصر. هذا ديال مصر غادي نختار للمنتخب المالي. سيمو هادو اخرين النتيجة ديال مصر. بعد الكرة هادو ديال مصر السير. دابا شاركتي في ديال المغرب ديال المباراة ديال تاتسوبا
ديال الماتش تاع اليوم جوز زيرو كمال عاود النتيجه ديالك يطلب تنفيذ المخالفه من مكانها عدنان 3-1 بوركينابي عدد كره من هنا على الاطراف بيرتران تراوري امامه فلايساكو بيرتران تراوري لكابوري ترجع كره والافتكاك وامكانيه انطلاق الهجوم سريع للمنتخب المالي ضغط يسوفو يؤمن العرسو ايرفي كوفي اكتمال عقد المغرب 3-2 ان شاء الله سيكون واحد شويه دريو غنبداو الكره من خلال مباراه ومواجهه منتظره بين المنتخب المغربي ومنتخب شمال افريقيا كل التوفيق للمنتخب المغربي يبقى هو الممثل الوحيد دور قاسي 1-0 المنتخبات العربية في كان الكوديوار وسعيد صاب بخير بنتيجة المغرب غادي يربح أنا تنقول المغرب غادي يقتل الماتش في 90 دقيقة المنتخب المغربي يمشي عارف كما قلت قبيلة الحرارة والرطوبة بالنسبة للأشواط الإضافية تنقول صعيب عليهم شوية غادي يحاولوا يقتلوا الماتش في 90 دقيقة جوز زيرو 2-1 نوردي 2-1 يكون خير إن شاء الله يلا باش ما كان سير 3-1 المهم 2-1 عندنا المسابقة فيها 3 سوايع فكر مع راسك مزيان المهم راه النتائج الجاية غادي تصوروا لمنتخب بوركينا فاسو من تاكسوبا ستيفيا جو لمسه لعبدول تاكسوبا الدفاع المغربي اليوم راه الثاني ثلاثه بكري كره لكاموري دومبيا من وسط الملعب حيد ثلاث حصات اللي حيد دابا على حساب ماتش المغرب هجوم خطير المنتخب المالي خطيره كره والتصويب قويه التصويبه من دومبيا حاول المرور هنا ادم تراوري 3-1 المغرب رابح مرحبا مرحبا بالناس ديال ولاد الفار مرحبا عبد الرحمن 1-0 2-1 قوية التصويبة فوق مرمى الحارس ايرفي كوفي هذه الإعادة لتصويبة ادم تراوري لاعب كوي سعيد ماشي عليهم هما تنهضرك على المغرب انا هما موالفين هما بالنسبة للمغرب غادي يحاولوا يقتلوا الماتش في 90 دقيقة و بروميير ميتو خاص يخرج رابح بوبكار كوياتي هذا الشيء اللي توقعت انا وهذا الشيء 100% اللي يقدر يكون سيكو نياكاتي مع فلاي ساكو يرجع فلاي لسيكو نياكاتي بلمسه في وسط الملعب بلال من جديد على الاطراف فلاي ساكو فلاي سفيان بوتيكا جوز زيرو لاعب سبورتينغ براغا هذيك هي النتيجه اللي عندي سنه جوز زيرو اماري تراوري لبوباكار كوياتي التعويض وانتظارات كبيره وي خويا راه شادين هما ديال مالي وبوركينا فاسو ممتاز جدا سواء من جانب المنتخب المالي او المنتخب البوركينابي خويا رشدي 4-2 ممكن يونس جوز زيرو تخرج كرة من محمد وي سعيد ان شاء الله ربح اخويا سعيد 100% يكون ربح وتنسينا في زمكيليجي باش نديروا القرعة على حساب ماتش تاع مصر سعد بازنج 1 نابولي 2-1 سينايوكو محمد كمارا امين 3-1 فريق الاماره فريق موناكو مهم جدا في وسط الملعب مع امادو هايدارا لاعب لايبزيغ الالماني تعود الكره ابو بكر كلية تشرب القهوه بزاف وقيله في النهار اصاحبي راه شويه صعيب من جديد كره لابو بكر كوياتي مروان الزعر 2-1 هنا لاسين سينايوكو قبل الدفاع من عيسى كابوريبي ترجع من جديد للمنتخب المالي سينايوكو لكابوري دومبيا افتكاك وخطا لبلاتي توري بلاتي توري يستفيد من ضربة مخالفة نلعب 17 دقيقة في شوط المباراة الأول هنا
في ملعب قمادو تشون كونيبالي في مدينة كوروغو 1-0 المالي في مباراة دور السلطاج من مسابقة كانا كوت ديفوار. يرجع بكرة لتشيكي ديارا نياكاتي محمد كمارا كمارا يخرج يعطي الحل ادم تراوري من هناك بوبكار بعيد الكرة على اماني تراوري والتماس وسط الملعب كثافة كبيرة في وسط الملعب امادو عيدارا كوليباني محمد كمارا وادم تراوري بعودة كاموري دومبيا من جانب منتخب مالي وفي الجهة المقابلة بلاتي توري سانغاري ودراوكو هذا المدرب بيبرفيلوت الخبير بكرة القدم الإفريقية مدرب منتخب بوركينا فاسو سيكو نياكاتي خروج بكرة لفلاي ساكو ترويج ساكو أمامه عيسى كابوري ساكو يلعب كسيرة أمادو هايدارا بعيد الكرة على كاموري دومبيا وترجع من جديد لمصلحة منتخب بوركينا فاسو استلام الكرة من سينياكو تاتسوبا في إبعاد الكرة عادت لسانا كونيبالي وأماري تراوري خيار يرجع لبوبكار كوياتي مرة أخرى كرة لسينياكو طبعا البحث دائما عن سينياكو وي رمضان ويكون خير ان شاء الله لعب فريق لاشيونسير والمخالفة لأمادو عيدارا في هذه الكرة بينه وبين بيترو تراوري ونسيتينا في العصر الحر او سيتي راسكم سيتينا احنا كره من راس ماساتيو بلاتي توري بلاتي توري لسيبياكو من هناك كره محاوله المرور اذا كانوا الدراري داخلين الدراري اذا كانوا داخلين جابوا لنا جزر مصر يصيفطوا لنا ميساج باش اذا كانوا كاملين نديروا الكره عيسى كابوري بس نافزم كي يجي عندي دابا تورم قيد انا الكره في بعض عن العرضه وادركت هذا بعد قبل هدف مبكر منذ الدقيقه الثالثه بالخطا في مرمى ادمون تابسوبا حاوز الكره تابسوبا بين كره ممتازه لجوستافو سانغاري والخطا والمخالفه من امادو عيدرا رفع الرجل كان واضح من امادو عيدرا مخطفة قبالة مرمى تشيكي ديالا بعيدة لكن دقة خطيرة للمنتخب البوركينابي جوستافو سانغاري لعب كويفيلي روان في فرنسا يستفيد من مخطفة قبالة مرمى الحارس المالي تشيكي ديالا وي أسامة هلا اعطيني النتيجة ديال 90 دقيقة أسامة كتب لي النتيجة ديال 90 دقيقة بالنسبة يوصلوا البيناتيات ولا يربحوا لا اعطيني أنايا 90 دقيقة بلال هو كاين أنت كاين ها واحد كاين داخل عندنا في اللايف رمضان توا بالية كاين حمزة بالية قبيلة ما عرفتش خرج ولا مازال باقي ما عرفتش المهم جوج الناس راهم بالية كاينين بلال بالكرة الإفريقية وي أسامة النتيجة ديال 90 دقيقة النتيجة ديال 90 دقيقة والسودان إلى جانب تجارب عديدة مع الأندية الإفريقية هذه كرة بيرترون تراوري اختار التصويب المباشر سالا في دين تشيكي ديالا اختار التصويب المباشر والكرة في دين تشيكي ديالا هذا إسماعيل ودراوكو ترجع كرة لديارا قلت على مستوى الاندية سعيد درب 3-2 من حسنية اكادير في المغرب ستيف ان شاء الله درج المغرب اسامة واحد واحد في الجزائر تيبي مازيمبي
الكونغولي. كذلك درب الشياسكا شبيبة الغباي، وفي تونس درب النجم الذي الساحلي بين 2016 و2017. كرة في دفاع المنتخب المالي من ياكاتي بوبكار كوياتي سيكون ياكاتي. حمزة كين فينا، هو حمزة هو التريث ثلاثة الناس في لعب كرة من جانب المنتخب المالي. عبد الله أكثر المغرب، أكثر المغرب جلوات. وشاهدنا أكثر المرة وشبيرة منتخب مالي على إطالة الكرة في العمق لسينياكو وكاموري دومبيا. كرة أخرى تولى ترجع من ستيفياغو وسط الملعب. كاموري دومبيا بلمسة قصيرة، بلمسة قصيرة للاستاناكو ليبالي من هنا. فلاي ساكو يرجع فلاي في وسط الملعب لاسانا كوليبالي. كوليبالي بوبكار يلا ثلاث الناس اللي كاينين دابا. لاسانا كوليبالي ايمن المغرب جوج جرى وشركة واحد. واجهة اكيد منتظرة خاصة على المستوى البدني اكيد مع تقدم الدقائق. ترجع كرة للمنتخب المالي، ليست هناك راية. كرة أماري تراوري يمشي سينايوكو، سينايوكو خطيرة كرة لكاموري دومبيار واحدة اثنين خطيرة ثانية وإيرفي كوفي. منتخب مالي قريب من إضافة الهدف الثاني. يا مرحبا أخو رمان. هناك راية وتصل تسنى واحد دري باش غادي نديرو بعد اكتمال الهجمة. قطعو بعد اكتمال الهجمة بين كاموري دومبيا ولاسين سينايوكو. هذه الإعادة وحشة المحاولة الماضية. هو جاي عندي غادي رفعت الراية. ترجع كرة من جديد للمنتخب المالي. خطيرة خطيرة ضرب جزاء. لا تم راية ثم تسلل. تردد حكم الليبي الشمالي، تردد الشمالي مطالبة بضرب جزاء من لاعبي المنتخب المالي. أكيد سيعود للفار الحكم الليبي عبد الحكيم الشمالي. هذه الإعادة متسلل قبل أن يتدخل العارس إيرفي كوفي. محاولة المرور هنا من سينايوكو وسط الكرة. هنا خطأ في البداية ترك راس بقية لكن في الثانية بلا جوز زيرو. لاعب المنتخب أبو بكر جوج لواحد. كل شيء غيتقيد كل شيء إن شاء الله شوية لكن كانت مسبوقة بتسلل في انتظار تأكيد القرار. 26 دقيقة 1-0 دائما لمنتخب مالي. المغرب واحد واحد جنوب افريقيا وفوز منتخب المغرب ثم تسلل. واضح كان التسلل رغم انه الخطا من حارس بوركينا فاسو ايرفي كوفي كان موجود لكن كانت مسبوقه بتسلل. هذه ارقام ال 25 دقيقة التي مرت على مستوى الاستحواذ أسبق إيري مالي تقريبا 60.39% لبوركينا فاسو. التسديدات 3 بوركينا فاسو 2 مالي. وأول بطاقة لعبدول تابسوبا. عبدول تابسوبا يتحصل على الإنذار. وهاشم أميان فرنسي في خطا على أمادو هايدارا. تظهر مواجهة مثيرة، مواجهة كبيرة خاصة على المستوى البدني لما أظهره كل من مالي وبوركينا فاسو على مستوى مباريات المجموعات. عبدول تابسوبا مع إصابة لأمادو هايدارا. بيلود تعيينه كان اثار الكثير من الانتقادات على راس منتخب بوركينا فاسو بقرار من رئيس الاتحاد البوركينابي، قرار منفرد كان بتعيين
أمبير فيلود هذا ما تحدث عنه وسائل الإعلام البوركينابية أنه لم يتخذ رأي بقية أعضاء مكتب التنفيذي للاتحاد فوز المنتخب المغربي 3-1 في حضور رئيس الاتحاد الإفريقي إن شاء الله موتسيبي في انتظار طبعا المواجهة أنا تنقول 2-0 في دار دور الستاش النتيجة ديالي هي 2 بين المنتخب المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا ترجع كرة 2-1 عصام عصام يا عصام 2-1 2-1 خسر المغرب 2-1 تماش مساحات إلى حد الآن مياكاتي بيطوي الكرة كرة بالراس سيناريو كور والمخالفة لمدافع بوركينا فاسو عيسى كابوري مخالفة عيسى كابوري بعيد الكرة على ستيفياغو ستعود برمي التماس لمنتخب مالي من أماري تراوري أماري تراوري أفينا نورتي يطلب الكرة يعطي الحل كاموري دومبيا تعود الكرة لبوبكار كوياتي بوبكار يرجع لحارسو تشيكي ديارا سيكون ياكاتي نياكاتي دائما سينايوكو في كرة مع إيسوفو دايول الكرة الثانية مالية فلايساكو ترجع كرة من جديد سينايوكو بين ثلاثة لاعبين يا خويا عيسى كابوري لكن يستعيد أمادو أيدارا وتدخل من كابوري حط الكرة في التماس جانبية نورتين 3-0 ديما المغرب ان شاء الله بارطاجيو اللايف باش يشاركوا صحابكم اللي مازال ما شاركش امادو ايدارا تصوير التصوير سيناريو كوما سيرت والثاني امادو مالي زكلاتهم في البيت الثاني من سيناريو كو صدر بيكو في والثاني بعيدة من امادو ايدارا ونور الدين بارطاجي اللايف في الجروب عندنا في الواتساب ديال لاصال وليد غير سيد بارك رغم أن الزاوية كانت صعبة والثانية بعيدة أمادو عيدرا باليسار سدد سينايوكو وأبعد إيفي كوفي إريك سيكوشال يحمل أمل كبيرة للجماهير المالية في كان الكوت ديفوار طبعا على غرار كل المباريات تقريبا منذ بداية كان الكوت ديفوار فترة توقف الكولينغ بريك يتواضح درجات الحرارة مرتفعة مع ارتفاع نسبة الرطوبة هذه كان ارضي باش يلاه يفيقوا شوية يستغل طبعا فيلوت مصطفى 2-1 لتعديل بعض الامور بعد 31 دقيقة في هذا الشوط الاول والمنتخب البوركينابي متأخر 1-0 هدف مبكر جاء منذ الدقيقة الثالثة من خطا إدمون تاتسوما ضد مرمى الجماهير البوركينابية سيمو 2-0 بأعداد كبيرة مرحبا في ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورومو يعود بكرة لمنتخب بوركيناباسو كابوري بيترو تراوري في قريب بداية الهجوم المنتخب المالي محمد كامارا رادا بينية تبقى كرة خطيرة دومبيا كاموري دومبيا يفتح السيارة تسديد لم تكن بعيدة كرة كاموري
اثيوبيا في عمليه استعاده الكره منتخب المالي. مالي قاعد تصور لك بوركينا فاس. كاموري دومبيا التسديده لم تكن بعيده. لوكا مدريد 1-0 ديما معروف اكثر خطوره اكثر وصول من جانب النصور الماليه. تعطل عندنا دابا ندور القرعه باش نحيدوا عندنا القرعه ديال ميسر. كيد الهدف الثاني يريح اكثر منتخب مالي. تمشي كرة بيرتران تراوري كابوري عيسى كابوري يستعد الكرة لسنا كوليبالي. كوليبالي في كرة لمحمد كامارا. كامارا ترجع كرة من جديد وضربة المخالفة في خطا فينا بدر اسماعيل بيدرو تضحك يا فرفور. في هذه الكرة على محمد كامارا 3-0 بدر. واخا تجيبك لك ما جيت تريني صافي واش ترف شرفتي يا بدر شرفتي. 26 في تشكيلة المنتخب الماضي لاعب براست الفرنسي للمتابعة هو من يعطي الحلول في وسط الملعب لكل من أمادو عيدارا ولسنا كونيبالي ومحمد كامارا في عملية الرابط مع سينايوكو. تمشي كرة سينايوكو ترجع من جديد لكاموري دومبيا أمادو عيدارا لسنا كونيبالي لأماني تراوري تضحك يا فرفور. كرة قرب لستيفيا ياغو لإدمون تابسوبا خروج بكرة من جانب منتخب بوركينا فاسو لم يشكل أي خطورة إلى حد الآن منتخب البوركينابي على مرمى تشيكي ديانا. كرة بلاتي توري لمحمد كوناتي يرسلها بدا ماش خطا كان من نياكاتي وانطلاق الهجمة أمادو عيدارا. عيدارا يا بيدرو يخرج كاموري دومبيا محمد كاموري. وانا والله ما بقى عندي الوقت باش نتريني بيلا. كرة لنياكاتي وتفاعل الجماهير المالية مع هذه الوقت ديال الراحة تنسالوا علينا. ساكو أمادو عيدارا لمحمد كامارا تخيير ممتاز كل الكرة لأماري تراوري ترويض راح أماري تراوري لاعب ريال سوسيداد الإسباني. والبدايات وانتهى كيف في الليغا مع فريق ريال قبل الانتقال للدوري الاسباني مع ريال سوسيداد. كابوري كذلك لعب في الدوري الفرنسي. بيترو تراوي بدا لعب في الليغا في فريق اولمبيك ليون. خطيره كره سينايوكو وايرفي كوفي مالي تزقل لك بوركينا فاس قريبا اضافه الهدف الثاني. مرة أخرى مالي قريب من إضافة الهدف الثاني من سينايوكو. فلايساكو إذا يرتفع الإيقاع ستكون والله حمد بدر. الحمد لله الحمد لله باقي الخير جاي إن شاء الله. باقي مهارات وفنيات كبيرة باقي بزاف ديال الحوايج مالي وبوركينا فاسو حاطينهم تمشي كرة أبو بكر بروجرام إن شاء الله أماري تراو هيكون خير إن شاء الله. أكيد ضغط الرهان ضغط الريال خاصة في ظل بعض المفاجآت وان شاء الله اخويا بدر ترك عارف الرب ديال الاخطاء كنا درنا الحمد لله استفدنا منهم ايوا راك عارف السام فاش يرجع اللور وعديده هي المنتخبات اللي كانت مرشحه للعب الحمد لله راك شتي دوزنا بدر العجب تمشي كرة سينايوكو. سينايوكو يحاول يتعدى يبعد على تراوري في القائمة الثانية. ما ثم حد من منتخب مالي يتابع عبدو تابسوبا. سينايوكو حط الكرة عرضية في بحث عن سبيل لي ما تخممش يا بدر على مستوى القائمة الثانية. جا عندي بندومة عبدو تابسوبا ستعود ب قال لي عقل هذا عندك انت وقتاش بلادهم غادي يبقى ادمون تاتسوبا خيار يدخل عالي منتخب مالي. تاتسوبا ترجع كره من جديد يعتمد الضغط يستعد ولكن الحمد لله على كل حال لامادو عيدارا
لسنا كوليبالي كان بمنتخب مالي يريد إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الخمسة وعشرين دقيقة أولى. تمسح كرة محمد كوناتي يبقى خطير منتخب بوركينا فاسو. انطلاقة من بيرتون تراوي يتعدى عيسى كابوري. تراوي عنده تسديدة خطيرة واحدة اثنين كوناتي خطيرة وهدف التعادل ده ثمرة موجودة تسلم ضد منتخب بوركينا فاسو. ياسين 1-0 ان شاء الله كل خير. إعادة الوحدة فيه كابوري هو المتسلل شارك في هذه الكرة لعبد الله. نقدو بالنسبة للي جابوا القرعة اللي جابوا النتيجة ديال مصر أنا غادي نقدم دابا هو من كان في وضعية باش غادي نختاروا عبد الله فيصل تاسوبا باش غادي نختاروا شكون غادي يجي عندنا ومرحبا. كذلك في شريف تيراسبول في الدوري المولدافي غادي نقطعوا دابا لاميا 23 مباراة و5 اهداف مع منتخب بوركينا على حساب كل واحد. بلاتي توري يتعرض لها إصابة في كرة بينه وبين أماري تراوي. أول واحد قطعته هو زمكين أول واحد عبد الحكيم الشرمان هو ابن الحكم الدولي السابق قطعه عبد الحكيم الشرماني ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بلونشيت وعلى الواد هذا عفريت تتسريع شي شهر تاعي ها كابوري تاعش الراس ترى خاصك تخلص سنيتي الصفقة خيار العودة لإيسو سنيتي بالعاقة وتتسرع على ماتش على شهر فابور ولا تيدوز أمادو كاموري تومبيا سيناوكو ترجع كرة من جديد كاموري العودة لفلاي ممتازة بكل أريحية خويلي يوسف هو خروج ممتاز بكرة سيناوكو سيناوكو عبد السلام جوز زيرو مرحبا خويا مرحبا دابا تقطع الدراري اللي جابوا القرعه ديال مصر ماري تراوري وتنصوبا دار صح كره من جديد افضل افضل مالي في هذا الشوط الاول الى حد الدقيقه 40 الى حدود الدقيقه 40 افضل المنتخب المالي هو الاخضر ايمن الى حد بن باسيدي حتى هو ميلو دخلنا الخمس دقائق الأخيرة لنهاية الوقت الرسمي للشوط الأول دائما 1-0 عبد الله 1-1 هدف الدقيقة الثالثة بالخطا من المدافع تارسوبا في مرمى عرسو إيرفي كوفي مرة أخرى ساكو حوار مفتوح هذه مهدي وعلي مهدي وعلي مهدي وعلي هي وقائد بوركينا فاسو بيرترون تراوري كوناتي بيرترون تراوري وفينا خلدون باطاج اللايف في الجروب عندكم اللي بغى يشارك مخالفة من محمد كامارا محمد كامارا هو من ارتكب الخطا في هذه الكرة مرحبا اخويا مصطفى خلدون 2-1 امكانية من كرة ثابتة وباطاج اللايف في الجروب عندكم ديال الفرقة مثل هذه المباريات رضا تلعب على تفاصيل رضا السامي وكم من منتخب غادر من جزئية من كرة ثابتة من خطا في كان كوت ديفوار إلى حد الآن بيرتون تراوي الراية كانت رمضان رمضان هيا مساعد التونسي خليل حساني نوفل السعيدي منتظرة كيفاش بغيت ننساك؟ تيسالي الماتش الماتش تاع المغرب غنختار ربعة الماتش تاع المغرب غنختار ربعة بيرترون تراوري يرفع كرة تمشى من فلايسا كون تبقى كرة دائما نوفل السعيدي منتخب بوركينا فاسو قلنا هنا يا حمزة
لمنتخب مالي أدما تراوري. فؤاد كتب النتيجة. مرحبا أدما تراوري لسنا كوليبالي. مرحبا أخي مصطفى. مرحبا. لا لا أنا جاي أنا جاي. أنا تقطع دابا في الدراري اللي جابوا النتيجة ديال مصر. حمزة أومومو. حمزة أومومو هيا. كرة ترجع عبر من تماس للمنتخب المالي من هيا موكار. هيا قيد دابا دابا نقطعك. هيا شتيها هي اللو هي هي دابا. تو النمرة 9. وليد افرض تعطل فيها صاحبي. سر بينا وسمكين سر براسك. كتب 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 النتيجه ديال المغرب. يسوفو دايو يترك لي كوفي. هيا موغار موغار تكتب السميه ديالك صاحبي. هيا موغار. هيا حسن طبعا خرشوش تكون المعلومه واضحه. متابعة الكرة ذات الوعد المغرب. منتخب مالي من كاموري دومبيا دومبيا لأمادو هايدارا. فكر التصوير من بعيد من بعيد من بعيد أمادو هايدارا. قلت حتى تكون هذه علي علي أشرف علي أشرف منذ قليل هو النجم السابق للمنتخب المالي. ووليد أسر براسك. سيتو كيتا لعب السابق لكل من مارسيليا لوريون لانس إشبيليا برشلونة فالنسيا وروما 102 مباراة 25 هدف مع النصور المالية بين 2000 و2015. بلال بلال خيدو هيا لبعض اللاعبين وحتى وفيك انت فيك انت بعدا فين وصلت يا سعد. هيا زمكيل هيا سيتو كيتا ونجوم خدنا أسامة بن سليم. من بقية الإفريقية اللي شاهدناهم يتابعوا كان الكوت ديفوار من مختلف ملاعب. وفين أنت؟ جاي ولا مازال؟ هذه المسابقة وهذه النهائية. ربيت ندير القرعة صاحبي. مخالفة في كرة لفلاي ساكو خطا وتدخل. وسر براسك أنا ندير القرعة دابا. أتوصل ندير القرعة خليها دورك أنا. في الكرة كاموري دومبيا تسجيل جديد لمحمد كمارا. واحد جوج تعطي كرة للمنتخب أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 45 دقيقة 12 وأربعة دقائق يذيب الحكم رانا الطفاية هذيك غادي نكوغطوهم دابا وغادي نلوحوهم. سيمون إلا جبتيها غتجي تريني بلاصة غندير لهم نفس الطوية نفس الطوية باش ما تقولوش هذا رفيع عقلي على شي حد. غندير لهم هكا كركبوم ها وحدة ها وحدة تلاح. وهذه عادة لتدخل دايو على سينايوكو نفس الكوغيطة غندير لهم كاملين باش ما نعقل على حتى وحده. تنفيذ من كاموري دومبيا يعود كاموري دومبيا سيكون ياكاتي ترجع كره من جديد لياكاتي فلاي ساكو الشفافيه فلاي وليد جوج الزيرو كره من ادما تراوري ادما محمد كمارا الاحتفاظ بكره وتمرير الاسبقيه 1-0 لمنتخب مالي في واحمد الدقائق المتبقيه من بغيتي فلوس بغيتي العاقه طبعا النصف الاول في الاسبقيه العاقه غتكون حتى الفينال دابا كاينه لونترينمون 75 دقيقه ثانيه اكيد ننتظر بغيتي تريني. مرحبا جنب بوركينا فاسو والمدرب اوبر فيلوت عند الكره على اماري تراوري عند الكره على اماري تراوري. يلا وليد يلا وليد سربي راسك. اكتب النتيجة اكتب النتيجة ديال الماتش تاع المغرب. الماتش تاع المغرب انا 4 وحمزة وفين خبرتي 3-1 سيمون يخسر الكرة
لأدم تراوري حب يرجع لدومبيا لمسة كرة فياغو والتماس لمنتخب مالي. أنا كل واحد والله ما عقلت عليه دابا وليد ما كاينش غادي يوصل الزمكين ولا عريس انت هو راه كاين بالقرعة 34 مباراة وخمسة أهداف مع منتخب بوركينا فاسو جيل ممتاز يلا وسيم يلا وسيم المنتخب المالي وفي خبر تاع حمزة السنوات الأخيرة رغم أنه واش تكون جي لنهاية كأس العالم إيه مراكش وليدي تدور يا مزيان قطر 2022 سرح وتوما حنا تاع الراحه ما كاينه طبعا للتدارك من خلال هذا الحضور واش غتكون اجي اجي مراكش غدا ولا مازال ولا هذا الاسبوع كامل راها وحتى قبل بدايه الكان من بين المنتخبات دابا القرعه ديال مصر القرعه ديال مصر يلعب ادوار متقدمه منتخب المالي ايوا طويطه مرحبا احمد يلا حنا نشوفوا تمشي كره لاخويا محمد شوبان كي داير صافا بخير ان شاء الله شوفوا مرحبا بغينا نشجعوا الدراري على لونطرينمون بالنسبه للقرعه اللي غدار دابا اللي جابوا الماتش تاع مصر بالنسبه للمنتخب المغربي غادي نهز ربعه غادي نهز ربعه في المنتخب ديال على حسب الماتش المغربي كان عنده خيار بالنسبه ديال مصر غيهزوا جوج التمرير لسينايوكو وهاد الجوج اللي غيتهزوا وهاد الجوج افر فور يلاه وصل وهاد الجوج اللي هذا وهاد الجوج اللي غيتهزوا دابا غدا ان شاء الله يبداو معنا هادو ديال مصر بالنسبه ديال المنتخب غدا شرطه تاع الاربعاء الساعه نشوفوا الوقيته اللي غنديروا فيها القرعه ان شاء الله حيدو بعدا ديال مصر حمزه افين خبرتي كره ثابته للمنتخب المالي ادم تراوري الله اعلم الحنالك هنا ها هي بقاو لي تحت هذه براز هي فين غتجيبي الله اعلم انت اللي غتختار هو جا وليد ولا غادي يختار هو وليد الله الله ريبلي ثلاثة إيه 7-0 لجنوب افريقيا المنطقة يا حمزة كثير صبر مرحبا المنطقة بلا احصائية وخطارية يدات واحد يدات جوج اللي شاركوا في المقابلة ديال مصر واش كاينين يلا اللي كاين يصيفطنا راه كاين يقول رانا كاين هي القرعة دابا غتهز القرعة القرعة ديال الماتش تاع مصر اللي كاين يقول لي رانا كاين سيد مرمى في الدقيقة الثالثة واللي ما كانش يطاكي صاحبه باش يشوف الخرى لكن راه ما تنغشوش ما نعرفوش نغشو هنا مازال ما عرفوش شتيهم اهو شتيهم اهو 12 واحد 12 واحد اسمع كربش مع سمير مهند الجالي ولا كافيتا هاو ما شوية غادي نهزو جوج هاي شتيها هو رمضان كاين انا كاين وليد كاين هو معنا يلا الاخوه اللي كاينين ها هما شتيو ما شيء حتى اللحظه مالي ما تشوفوا والله ما عقلت عليهم انا بالله ما عرفنا شنو كاين هنا جوج الناس مرحبا بهم الشوط الثاني كان رمضان بطولة أمم أوروبا أفريقيا كوت ديفوار 2023 عبر بي سبورتس. شوف راسك والله المنتخب صعيب. تعادل 1-1 1-0 حمزة كاين يوسف كاين زيد ها وليد هما أربعة دابا كاينين. ها هو وليد ولا عزيز ها شتيه يلا جا. كاين فوا. واحد جوج ثلاثة أربعة الناس طارق أيوة تحية طارق تحية طارق تحية طارق ما شاركتيش تافر فور هاي الدراري ها نورمال توبة شتيهم ها الصوت أصلا طارق الشفافية شحال من واحد طارق؟ 12 ليش شحال من واحد جوج هاي جوج طارق ما يصير ربعة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنرجيز الكونغو الديمقراطية
هو بلال كاين زيد يلا اصحاب القرعه الدراري غنبداو دابا القرعه جوج الناس هو وليد ولا غادي يهز كاع ولا نعيطو للكارسون شكون هي الكارسون يهز الوليد ولا الكارسون السرباي شكون يهز نعيطو للسرباي الشفافيه ها هو جا اش نبداو يهز انا في مزار ها يهزنا هزا غاز جهد جهد صافي هما هادو حطهم هنا حطهم هو الجهد ها الله هو رجاء كارسون وليز هو الجهد يا بسم الله هما الجهد اللي اختارنا الكارسون شكون هما الله اعلم دابا نيت اول واحد يا بسم الله حاتم تبعنا الشوط جماعي ما تقول لي جهد الله اعلم شوط فردي من قبل لاعبين رسمية شعر طويلة وهذا الحقيقة ما نتكلم عنه قبل أيمن 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 كذلك أنا العمل الجماعي بن باسيدي أيمن بن باسيدي أيمن بن باسيدي لكن هنا يعني من أيمن الدري هذا بعد ما عمرت لي نعدي واقيلا هذه مزيان هذه أيمن أو أيمن عقلوا عليها أيمن الجزاء تدل على ثانية على ثلاثة لاعبين في أربعة لاعبين في منطقة الجزاء نتكلم على نتكلم على دوري يعني نتكلم على رجال مهدي وعلي مهدي وعلي مهدي وعلي مهدي وعلي مهدي وعلي مهدي وعلي رمضان يلا الزكاة وليد مهدي وعلي جوج الناس وفينا ايوب اختارينا جوج عمر اخرين ايمن في البسيدي ومهدي وعلي يا اخي اخو رمضان كان عليك تسبق تقول وليد كان عليك تا وليد ما جاش فيه يلا زيد راسي هنا يلا زيد راسي والو بعدو زار تاهو زيد جات هاهو كل زيد كل زيد راسي ورمضان قلت اختار السرباي سرباي اذا ممتاز للغايه الله اقول نتيجه قول نتيجه ديال المغرب ايوب يلا دابا النتيجه ديال المغرب غيكونوا في اربعه دابا ركز ليا مع المنتخب دابا المنتخب غيكونوا في اربعه اختارينا بن عيسى فاتنا ايمن ياك ما بين الدفاع والهجوم ايمن و وسط الميدان ومهدي وعلي وكذلك المعارف على التحرك من الكره وجعل الكره هي التي دابا ركزوا مع المنتخب ان شاء الله اللايف دابا غادي يبقى مطلوق النتيجه ديال المغرب غادي تهزوا في اربعه ان شاء الله ولم يعطي فرصه حقيقه بوركينا فاسو للعوده في المباراه لكن مع هذا هدف بصفر على التخطيط مازال ما جاوبونيش ما عرفتش الى ما جاو الى دخلوا دابا الى دخلوا دابا ما غاديش يجيو هنا جوج اخرين بلاتي خاصني نحيدو الحيدو هذا بلال خلينا بلال الى ما كانوش غادي يجيو نهزو اخرين خاصة يدخلوا يجاوبونا دابا هو وليد باقي جديد هنا خليوه سولني حمزه قال لك الى ما كانوش غادي يجيو قلت له ما كانوش غادي يجيو نهزو جوج اخرين في اوقات كثيره الكلام بوركينا فاسو مهدي وعلي وايمن بن باسيدي الى ما كانوش غادي يجيو اما الاخرين باقيين هنا انا جوج اخرين جداد صافي ندير معكم المزيان صافي يلا صافي هاو شعل عليهم الضو كاع خصوصا الى ما
الى دخلوا هادو وما كانوش غادي يجيو يترينيو غنحيدهم ونهزو صفرين. كان في تواجد للاعبين المنتخب مالي اكثر لعدم. يلا درت معكم المزيان يلا هما هما الاخرين باقيين هنا المدافعين بعدم الريوض تراوي وتبصوا من اطراف الملعب ما خلنا نشرب واحد تكيكه بخاطرنا دابا. وفي بعد مسافات بين كل خط والثاني اتاح فرصه كبيره جدا لا وما خلا فيهم السميات والله لا ايوب هاهما باين زيد معايا انبي لا ماشي رمضان ايوب هذا وين يترقل عليه لا ايوب لا هاهما دابا اذا دخلوا جاوبونا الا ما كانوش غادي يجيو نهزو صفرين ايوا خالد الحمد لله وصلنا قطر غندير معكم المزيان هاني انا اصلا مولف ندير المزيان هاني هذاك ايوب بارطاجي اللايف ايوب بارطاجي اللايف الدراري بغا يشاف قلنا الوالد ناكلو شي حاجه قالك نجيبو كالامارا ضروبي نجيبو الحوت وانا ناكلو الحوت هنا وايوب قلت لي بغينا ناكلو شي حاجه قالك نجيبو الحوت خدنا القهوة تاهي ناكلو بالحوت وي ايوب ولا سديت العصال خدمت جوج حصات العشية جوج حصات خدمت ثلاثة الربعة ومن الربعة للخمسة ونص رضا واه اللي يربح ايمن بن فاسيدي ايمن بن فاسيدي ومهدي وعلي الى ما كانوش غايجيو هادو نهزو اخرين انا باقي دابا اللايف بطلق الى دخلوا قالك غادي نجي مرحبا ما كانش غادي نجي غنحيدهم وغادي نهزو اخرين المهم احنا باقي دابا طارقين معليش اخر المنتخبات العربيه المتواجده في البطوله. نعود لاجواء مباراه مالي بوركينا فاسو قبل انطلاق الشوط الثاني مهاجم او يبقى على الرسم التكتيكي لكن يعطي اكثر قوه وتنشيط على مستوى الهجوم اللاعبين الذين انخدنا لم يخدموا وابغى اول حي والكالامار والفلاق قالك شي فلاد الحوت هنا شحال وصل شحال درت في ديال الوقت درتو مع السته سعادة الريتم اعلى سيجار كان الدراري اللي ربحوا معانا في الماتش تاع مصر طاكي والدراري الا كان شي واحد يعرف مهدي وعلي طاكي
وأيمن بن باسيدي اللي كانت يعرف هادو يطاقيهم شوفوا واش غادي يجيو ولا ما كانش غادي يجيو نختاروا جوج اخرين في التنظيم الدفاعي لمنظومه الدفاع ككل وحتى في وجود هؤلاء الثلاثه كان الوصول اكثر للمرمى بالمهاره العاليه للانتشار الجديد اللي يلعب على الاطراف في حلول كثيره من هدف المنتخب المالي مع عوده مهاجم لمنصه الملعب في زياده عدديه مرات تكون في وسط ويكون في زياده عدديه وزياده عدديه خصوصا دائما لما حصلنا مدافعين منتخب بوركينا فاسو امام المنتخب المالي كان بيكون دائما واحد وسط واحد اللي اخطر حالات في الملعب بتواجد الاحتمال على الجرعة الهدوء قليلا تبحث عن الهدوء شكرا حاتم من جديد عندنا نوف الباشا اش تبدا شاركتي معنا انا زاد في وجود التشكيله ديالهم باش باش داخلي نقلب على اللعابه غادي يكون بو يكون زلزولي بلاصه بوفير لا التشكيله ديال الاخرين مهند مشاهدينا الكرام متابعي بين سبورت خويا اشرف خويا اشرف اعطينا النتيجه ديال 90 دقيقه 90 على قوه الاخبار 90 دقيقه نعود مرة أخرى لملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورغو قبل ضربة البداية للشوط الثاني يعطي أران الليبي معتز الشرماني ثم النهائي كان كوت ديفوار مالي بوركينا فاسو 75 دقيقة أولى بأسبقية للمرسول المالية 1-0 هدف بالخطا عبد الرحيم 2-1 يوسف 2-1 افضل كان عبد الرحيم سيف صالح الفتره الاولى في انتظار رد فعل من الخيول البوركينابيه في هذا الشوط الثاني مبدئيا الشوط الثاني انطلق دون تغييرات على مستوى الخيارات اريكس كوشال مدرب مالي بنفس التشكيله جيكي ديارا في المرمى فلايساكو على اليسار أماري تراوري على اليمين في المحور بوبكار كوياتي والسيكوني فايونس العلامي كيدي صافا بخير والله عاد فايونس أمادو هايدارا مع أدم تراوري لسنا كوليبالي ومحمد كمارا وأمامه كاموري دومبيا والمهاجم سينايو كول كرة خطيرة على أدم تراوري أرجو أرجو الكرة في دار تنصوبة هيكون أرجو بلي أرجو هنا معك النصور المالية بلي أرجو 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 وقيرة في سماء كروغو ويمضي الهدف الثاني احنا نشوفه بلادي أرجو أنا بلي أرجو معك إلى ما هرسو شي واحد من تنصوبة ضد مرمى سينايوكو أرجو أرجو يدعم الأسبقية المالية بثاني أهداف مرحبا في هذا الشوط الثاني هدف اخر مبكر للمنتخب المغربي ماركو في الدقيقه 3 عاودوا مدابتين بجوج منذ بدايه الشوط الثاني سينايوكو لعب الله يحسبه بالرب سينايوكو في مباراته رقم 11 اسامه مرحبا يسجل ثالث اهدافه تغيير خرج كل من ياكو وعبدول تنصوبة خل 8-4 أداما ناقالو
عندما نقلوا تشكيلة بوركينا فاسو إيفي كوفي في حراسة المرمى كابوري إيسوفو دايو إدمون تابسوبا ونقلوا حاتم 1-0 وسط الملعب إسماعيل وادراوكو كوستافو سانغاري لا تيتوري ومعاهم بادولو 10 بيرتران تراوري و 13 محمد كوناتي أصبح مطالب بتدارك هدفين منتخب البوركينابي مع بداية هذا الشوط الثاني حاتم 4-0 كرة لسيكو أولي إيسوفو دايو سروالي يخاب لا تيتوري أنس 2-0 جانب البريغا من جانب منتخب بوركينابي ما تعدش كرة سنة التشكيلة تعدش كرة إدمون تابسوبا طفين أحمد ترجع من جديد الآن منتخب بوركينا فاسو معش عنده خيارات عديدة هذه كرة أو بالرأس محمد كوناتي زروايج الزيرو معادش عنده خيارات منتخب بوركينا فاسو إما لعب الهجوم من أجل التدارك وهناك إمكانية أخرى أمام قيمة ومعاد أحمد جوز زيرو مرحبا أنه يقبل هدف وممكن هدف أخرى هذه العذر العظيم من كابوري يسعد محمد أحمد كيف جديد شنو درتي للاعب أخماتي غروزني الروسي محمد كوناتي قال لي عكسوا لي قلت من خلال الأرقام منتخب المالي نادي الأسبقية 3-1 المعنوية على الخيول البوركانيابية في مشمل المواجهات تقريبا قلت 8 مواجهات و8 مباريات في مختلف المسابقات ورغم انه اغلبها كانت في سيخة ودية لم يسبق لمنتخب بوركينا فاسو والفاز على مالي قالوا لي تجيو لا ما كاينش في نهائيات كان الكامرون المجموعة الأولى في دور المجموعات 1-0 لمالي المواجهة قلت كانت في كان تونس 2004 في ملعب المنزة في مرحلة المجموعات كذلك نورتين تجيتي كرة تجي جوج لواحد تعطى الكرة تاسوبا سينايو كو أدخلت وتعود الكرة لإيرفي كوفي كرة من هناك لعيسى كابوري 5 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني نذكر المباراة قبل الأخيرة في برنامج مباراة دور الستاش من مسابقة كامل كوت ديفوار في نسخة عرفت الكثير من الإثارة والكثير من التشويق في عديد المباريات آخرها مباراة الأمس بين حامل اللقب السنغال ومنتخب البلاد المنظم الكوت ديفوار رجع من بعيد بعد ان كان قريب من مغادرة النهائيات منذ الدور الاول يعود من بعيد هذاك عنده منتخب في الليبوار شي حاجه زوينه وسيكون رقم صار في بقيه المشوار منتخب الكوت ديفوار بعد الزحف السنغال اسماعيل زوج كونان باني في يموسو كرو انا ديال لايف دابا جون كونيبالي في كوروغو مالي 2 بوركينا فاسو 7 تابسوبا ضد مرمى في الدقيقة الثالثة كاين واحد ندير معاه كاين واحد الخبيزات فيهم الزرية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ولا الكرواسون لا الخبيزة كاين خبيزات تمشي كرة لأماري تراوري دورة خبيزة صغيرة جدا الكور من هذه شوية فيها سريعة بيضاء الحياة خلطة سريرة حليم هذا كوفي كورة بعد ما حتى استعرين من جديد لعمرس بونداز كاين الأولى كاين اللي حداها الثاني شوف كورة راه غادي يعطيك بعلقة ديال البلاستيك يربح تماس في تداخل من فراغ سيم 1-0 اسماعيل كورة في وسط الملعب لا تيتوري لعيسى كابوري كابوري يرجع في العرضية كوناتي يخرج تشيكي ديارا والكرة يا اخوان يا كاتي خطيرة كانت الكرة الأخيرة
لمنتخب بوركينا فاسو. قلت ما عندوش حلول اخرى. بادولو يربح خطا، ليست له حلول اخرى منتخب بوركينا فاسو الا لعب روشو، ليست له حلول اخرى الا لعب روشو لتدارك التاخر. وخير فيرود هنا ممكن مطالبة بخطا في كرة أولى قبل تدخل الحارس تشيكي ديارا من بوبكار كوياتي. ماذا قرر الليبي الشلماني؟ يشير إلى مخالفة. محمد كوناتي يتحرك مواجه منتخب بوركينا فاسو بهذا الشوط الثاني. هل هناك عودة لتأكد من لقطة؟ هل كان هناك لمسة يد من بوبكار كوياتي؟ يرجع للفار، يعود بار للفار بار. وفينا دريوش 2-0 2-1 لضياع اللعب مفتوحة لديه بيلانس يد المدافع كوياتي. وبنسبة كبيرة الشلماني سيشير إلى ركلة جزاء. 2-1 تعود الإثارة ويعود التشويق. ضربة جزاء مالي وبوركينا مفتوحة اليد ما كاين لاش تفكر لمدافع مالي بوبكار كوياتي مفتوح. رجع للفار ويعلن عن ضربة جزاء يد مفتوحة والقانون صريح وواضح. ضربة جزاء لمنتخب بوركينا فاسو في إمكانية لتذليل الفارق، في إمكانية لتذليل الفارق منتخب بوركينا في هذا الشوط الثاني. 2-1 نرجع للإثارة. 2-1 نعود للتشويق في هذا اللقاء بعد 10 دقائق. هنا عرضية من كابوري ويد مفتوحة بوبكار كوياتي بيقتلوا الكرة ليه كله يعني تفاصيل. قانون واضح، اليد مفتوحة موجودة اللمس. رجع للفار هذيك حسن شحال 3-2 المغرب. راح نشوفوا حسن أقول خالد يشارك. سيتولى التنفيذ أكثر من لاعب. هناك أربعة أدامو بيلاتي ديال بيلاتي ديال بوركينا فاسو بداية هذا الشوط الثاني. وهذا الحارس تشيكي ديالا حارس فريق يانج افريكانز التنزاني فيلود هدف في رشح الأمل بير فيلود ومنتخب بوركينا فاسو هدف تذليل الفارق في هذا التوقيت. مسير كثير في هذا الحوار. قلت منذ نهاية الشوط رغم أفضلية وأسبقية مالي أن منتخب خيول البركانيبية لم يقل كلمته الأخيرة. عندي مشكل مع البركانيبية البركينابية البركينابية يمشي للتنفيذ. بيرترون تراوي ياخو على عاتقه ضربة جزاء إعادة بوركينا فاسو. بوركينا فاسو لاعب وقاد بوركينا فاسو ولاعب أستون فيلا الإنجليزي في مباراته رقم 74. بيرترون تراوي سدد باليسار تراوي. بيرترون تراوي وهدف تذليل الفارق. جيكي ذهب إلى اليسار وتراوري وضع في الساوية اليمنى. 2-1 2-1 يعود منتخب بوركينا فاسو ويظل الفارق جدا. توقيت هدف تذليل الفارق في العشر دقائق الاولى. 2-1 بعد 56 دقيقة باليسار حتى بيرترون تراوري اللي يظل الفارق من ضربة جزاء لمنتخب بوركينا فاسو في دقيقة 56 من اللقاء. الآن معطيات جديدة في حوار كوروغو. معطيات جديدة في حوار كوروغو. وفينا ستايكا ياسين وفينا خبرتية ستايكا 0-0 مرحبا. ستعود بيراميا التماس وفينا ياسين خبرتي منتخب المالي. قلت منذ البداية 2-1 ياسين. أقول صحيبك يجي عندنا راه بغينا تتسناكم البارح تجيو ما جيتوش. بوركينا فاسو بخيار وحيد تجيو غدا المجازفة
وتدارك التأخر وإمكانية قبول هدف وممكن هدف أخرى من جانب المنتخب المالي. إيسوفو دايو يرجع بالكرة لإيرفي كوفي تابسوبا تابسوبا وضغط من أدم تراوري تعود الكرة من كوفي في المدير يعني كرة بالرأس حوالي خلاص بقية اللعبة هنا في كرة لبنتو تراوري ترجع تغطية في وسط الدفاع من كرة ديال الحج قريبة قريبة وحسن قريبة اختار كتاب عزيز ممكن يطلب الكرة محمد كمارا عضية عبد الغني تراوي غير توازن وضياحة ترجع بداية الهجوم لمنتخب بوركينا فاسو يمشي كوناتي كوناتي مقابل كوبا كوياتي الحوار كيلو تحت تأثير الفار لمنتخب بوركينا فاسو يبقى يقول مرحبا ادوارد قلنا لها وحدة جابنا أربعة هو أربعة احنا غادي نحارقين هنا من جديد لإسماعيل ودراوغون يفشل إيسوفو دايو كل صباح هذا وين تسري والله إلا خاص قال لي بيرترون تراو جيب فوق راديو عيسى كابوري تراو بيضا ظاهر الظهير كابوري وبين عبد الله محسن الشوط الثاني بأدوار هجومية بعد دخول أدمو أصبح كجناح عيسى كابوري على الجهة اليمنى لهجوم منتخب بوركينا فاسو تعطي الكرة ترجع للمنتخب المالي تعطي الكرة للمنتخب المالي نذكر إلى حد الآن أمين واحد مع بداية منافسات دور ال 16 في مناسبتين التجارة للوقت الإضافي والإكسترا تايم مباراة مصر جمهورية الكونغو الديمقراطية 28 يناير في سان بيدرو بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي 1-1 جمهورية الكونغو مرت بركلة الترجيح والثانية كانت أمس السنغال الكوت ديفوار في موسو كرو 1-1 بعد 120 ركلة الترجيح للكوت ديفوار كورة أدم تراوري لكاموري دومبيا والمخالفة للمنتخب المالي كذلك منتخب مالي سيعود في الهجوم في بحر عن إضافة هدف حتى يتفادى المشاهد صار في نهاية المشوار أمام منتخب محترم جدا منتخب بوركينا فاسو بعد كرة على مرمى إيرفي كوفي بعد كرة أمام أدم تراوري وكاموري دومبيا أنوار أدم تراوري الشبوبي كما عدو الزروة بعد كرة أدم تراوري بعيدة كرته ضربة مرمى لمنتخب بوركينا فاسو تذكر بعد تقريبا ساعة ونصف من الآن آخر مباراة دور 16 كل التوفيق للمنتخب المغربي ذات شلون قلت المنتخب العربي الوحيد للقاء في نهائية كاس بعد مغادرة مصر تونس الجزائر وموريتانيا تمشي كرة لأمادو هايدارا سير كرة أدم تراوري يرجع لمحمد كمارا على ضغط من إسماعيل ودراغون وعليك جات فيك القرعة غتجي ولا ما غاتجيش إلا ما كنتش غاتجي نهز واحد البلاصة ساكو لدومبيا فكر بالتصوير دومبيا
كوفي مهدي وعلي هاي الشيء جات فيك القرعه مهدي وعلي الى كنتي غتجي قول لي غنجي ما كنتيش غنهز واحد بلاصه كابوري ترجع كره لكوفي هذا كوفي محمد كوراتي كرة بين وبين أماري دراوري في النهايات كبيرة للظهير وقائد منتخب مالي أماري دراوري وهنا خطأ طوية تدخل طوية تدخل على محمد كمارا ببطاقة واحدة إلى حد الآن استعمل الحكم الليبي المعتز الشمالي كانت 1-0 ضد لاعب بوركينا فاسو عبد التوبسو تقصوبة ساعة ونص وترك مكانه لسيدريكا بادونو لا تدخل من اسماعيل ودراوغو على محمد كامارا كامارا يرشع كورة بسرعة لأدم تراوري تغطية من تقصوبة يترك ضربة مرمى لمنتخب بوركينا فاسو إيرفي كوفي في إعادة كرة حسبت المباراة 25 دقيقة في الشوط الثاني 2-1 للمنتخب مالي عندي واحد يمشي هنا عطيتها الخبز ما بغاتش هزت ليها قريب ممكن الخبز بدات تاكل تاهي وقبيله وهي جالسه حدايا مسكينه هنا ممتاز الاستلام لكن ضغط على فلايساكو حب ياخذ كره بالترويض ووجه ياخذ من خلاله الاسبقيه على عيسى كابوري ضاعت الكره ضاعت الكره ترجع برام يتماس لبوركينا فاسو مهديك باش ما كان جاوبنا امادو هايدارا وسرعه التدخل بعد هذا الاصطدام بين دراوري وامادو هايدارا سي عزيز جوز زيرو جوز زيرو وقع الاصطدام أكثر هم الاثنين انصاب ولكن الأكثر ممكن اللي تضرر هو قائد بوركينا فاسو بيرتران تراوي أنوار وكيدي صباح بخير جوج الواحد واحد على الله جو زيكو عثمان جوج زيرو شوف التوصيات من مدرب المنتخب المالي زهير 3-0 ماشي هذا الشيء اللي مهاجمو سينايوكو ذكر جال لم يغير في تشكيلة المنتخب المالي بينما فيلوت قام بتحويرين مع بداية هذا الشوط الثاني دخل سيدريكا بانولو وادامو نابولو مكان كل ستيفياغو وعبد التبسوبة على ما عرفتش المسار عندي باش نكون هنا مباراة ربع النهائي 2 و3 فيفري 2 فيفري في فيليكس فوانتي بوانيي في ابيجان نيجيريا انغولا في نفس اليوم في حسن وترى في ابيجان دائما الكونغو الديمقراطيه خينيا يوم 3 فيفري المتاهل من هذا اللقاء بين مالي وبوركينا فاسو ويواجه كوت ديفوار في بواكي وفي نفس التاريخ 3 فيفري في كونان بانيستي في ياموسوكو لا ما كنتش غتجي لا ما نعطيو حتى واحد هما باقي الدراري اخرين شتي المغرب غنهزو واحد اخر بلاصه جنوب افريقيا تاخير نتمناو لك الشفاء ان شاء الله نهاركم بخير وعلى خير ديك الساعه جي مرحبا غنهزو واحد اخر
باش ما يضيعش فهمتيني هاو مشيو ما ساشا بانسي او بانسي بديلا لإسماعيل وادراوغو 58% دائما نسبة امتلاك الكرة مالية 11 تسديدة المالية مقابل 6 نقترب من دخول العشرين دقيقة الأخيرة تقصوبة ترجع كرة من ساشا بانسي يا أخوة بادولو يرجع لإدموند إدموند في كرة يؤمن أدمو بالعودة لإلفيتوفي صعبة كرد الكرة الماضية وإصابة مرة أخرى لأمادو هايدارا ممكن الآن سننتظر التغيير والتحوير الأول في تشكيلة المنتخب المالي الأسماء طبعا هذاك الشيء اللي كاين أخويا مهدي دابا مع كاين الدراري هاو ما باقيين عندناش اليوم والله ما اختار واحد آخر سنة يجاوبني الدري الاخر هذا ايمن بن باسيلي الى توا ما بغاش نختار جوج اخرين صافي مرحبا خويا مهدي ونتمنى لك الشفاء ان شاء الله المتاح على بنك البدلاء ديارا ساماسيكو نياكاتي سيسوكو ايبيسوما تراوري كويتا دياباتي مامادو فوفانا ديوارا وديانغ هذا سيتو كيتا اكثر اللاعبين حضورا مع منتخب مالي على مستوى عدد المباريات التي خاضها مع المنتخب المالي نجم من نجوم الكره الماليه 102 مباراه وخمسة هدف مع رسول ايمن ها سيتو كيتا هاكاك ايمن هيا جات فيك الكرة بغيت تجي غدا في دا تكون بعدا هنا نيت اشبيليا وبرشلونة في الليغا سيمو جوج زيرو ايمن بن باسيلي تسكن هنا بني ملال 2017 مع فريق الجيش القطري المهم بغيت تجي مرحبا غدا كاين حصة غدا الاربعاء كاين حصة ديال 10 صباح كاينه ديال 5 ونص كاينه ديال 9 د الليل اختار اللي بغيتي مرحبا كره التعادل تشيكي ديارا قريب منتخب بوركينا فاسو من ادراك التعادل وعشوش ايوا صافي تخرب ليا صافي مرحبا حتى يعيد الهدوء اختار 10 الصباح ولا 5 ونص ولا سعود التعليم اختار اللي يعجبك دابا غادي نختار واحد اخر غادي نختار واحد اخر هيا منين انت بغيتي تجي نختار واحد اخر التدخل من الحارس الجيكي ديارا هناك بعض الارتباك نزلنا ولا وليد بعد ما في هو هذاك زين ولا وليد بلاتي نكركبو مزيان باش ما يعقلش عليهم والدي تلبد سميتو هو الشبابية كان في الكرة الماضية مع الحارس جيكي ديارا وبالتالي تحصل على الانذار الانذار الثاني بعد زميله العشرة ديال الصباح مرحبا مرحبا اخويا يلا دابا غادي نهزو واحد بلاصة مهدي وعلي صافي هو وليد غادي يهز يلا هز وليد عمدو عدا في قلب انا نشوفو هادي هادي الزوالي هز راس وحده ها هي اللي غادي يجي بلاصه هادي او علي
ساماسيكو 20 كويتا و 19 دياباتي هذا كويتا 20 مكان كويتا بديلا لأدم تراوري نوفل السعيدي نوفل السعيدي طبعا نوفل السعيدي توا شوفوا لك انا غادي يجي مرحبا ما كاش نزلوا واحد اخر نوفل السعيدي هاو رشيد منتصر 3-2 مرحبا نوفل السعيدي اللي تيعرف هاد نوفل السعيدي طاكي اللي تيعرف هاد نوفل السعيدي طاكي شوف واش غادي يجي ولا ما يجيش كي التغييرات ستتم قبل عودة اللاعب بمخالفة للحارس المالي غادي ساعتين وصلنا شكورا لكاموري تومبيا اماري تراوري عرضها وعاد الدفاع في عودة وعاد مسك خطورة والحكم يشير الى ضربة مرمى هنا يطالب ممكن بخطأ ومخالفة يطالب بها لاعب المنتخب المالي سيكو كوتا هذه الإعادة لرفع الكرة مهدي الصعود مرحبا 2-0 مع كان عيسى كابوري ما فيها شيء ضربة مرمى ونوفل السعيدي ونوفل السعيدي هيا نوفل راه جات فيك القرعة واش غتجي تريني ولا ما غاديش تجي تريني نزلو واحد اخر وفين تتسكن واش قريب واش كاينه بني من النيت الا ما كنتيش غتجي اللهم يستافدو واحد اخر من اجل الحفاظ على ناس باقية امام منافس قلت ما عنده ما يخسر اما يعدل ويرجع بالمباراة او يقبل هدف اخر منتخب المالي وين نوفل جوج دابا جاوبني على ديال مصر وربحتي قول لي جاوبني على ديال مصر بعدا واش غتجي ولا ما غاتجيش واش تقريب واش تسكن هنا قريب ليك لاصال ولا لا باش تلا ما كنتيش غتجي ديروا واحد بلا سكير ويفيف هدف ممكن هدف فجرة التوقيت المتبقي خاصة هذا اللاعب نوفل السعيدي ترى عندك الزرع على صاحبك هذاك ديالك النار تأخير آخر المجازفة بالكامل بلعب الأشور من جانب منتخب بوركينا فاسو خرج بيرترون تراوري وتانغو واترا مسيرة تحت ولا هنا مسيرة واحد ولا جوج بديلا للقائد بيرترون تراوري كرة كاموري تومبيا ترجع من جديد كاموري تومبيا من هناك لكويتا كويتا محمد كمارا ضعيفة وبعيدة المهم باش مكان نوفل جاوبني واش غتجي ولا لا لمنتخب بوركينا فاسو كرة من تاتسوما إيسوفو دايو تخرج كرة من دايو استلام في وسط الملعب ساباسيكو والتماس لبوركينا فاسو كابوري جوستافو يحيى ابو جبير 2-0 يرجع لدايو إدمون تاتسوما نوفل السعيدي ومع
غتجي ولا ما غتجيش؟ نوفل سعيدي باش ما كان جاوبنا. تراوري التماس الحكم الوزار التماس لمنتخب مالي مدام زهرة صافا ومنتخب سيد حصص وجيت وترى في وجود منتخب بوركينا فاسو لاعب بورنموث الانجليزي يوز جوج لواحد ان شاء الله شوف تبصوها ما ينجحش بلاتي توري في تبني خروج الكرة اللي صاجر في الواتساب كماس قوقع للمنتخب المالي ترجع كرة ماري تراوري أماري تراوري بوبكار كوياتي سيكون يا كاتي يلا باش ما كانوا جاوبنا نوفل واش غتكون ولا لا الدفاع عادت الكره من ادامو وموجود الحارس ايرفي كوفي موجود الحارس ايرفي كوفي غدا كاين 10 الصباح كاين 5 ونص كاين 9 الليل حارس بوركينا فاسو اختار الجروب اللي بغيتي دابا قول لي واش كاين ولا ما كاينش بوركينا فاسو لعبات الكل في الكل ناري ناري كودا الزري وما شاء الله راه شوش اللعب ليه زوينة ما زلت خطورة من جانب بوركينا فاسو استلام والتدخل بعدها أبعدها فوسي نادي أباطي كاين ترجع كرة من جديد لسينا يوكو سينا يوكون لابسة واحدة دياباتي سينا يوكون دياباتي أعرف سينا يوكون والتأمين من هناك في خطا في خطا على كوستافو سانغاري يلا شنو نوفل واش غتجي تريني ولا لا ولا نهز واحد اخر ستكون في قمة الإثارة صافي مرحبا غنتلاقي مع السعود يعني سالت المهمة دابا ديال مصر الله يعاونكم موعدنا مع القرعة ديال المغرب إن شاء الله غنهز ربعة كان كوديوار 2-1 المالي هذا الماتش ديال المغرب انا زربعه الناس ديال تبع الناس وواليد مع بروجات فيك هيا من جنب مالي ادمون عبدو تاسوبا وكان هناك انطلاق ثلاثة حمزة هلال 3-0 انت اخر كيلي سيدريك باتولو 3-0 حمزة رقم ثمانية في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو 8 دقيقة العشر دقائق الأخيرة منتخب مالي من أجل المرور لربع النهائي أسبقت 2-1 قلت من أخذش المشاركة سابقة منتخب مالي لعب النهائي مرة واحدة كانت في نسخة 72 في الكامرون وخسر المباراة النهائية ضد الكونغو 3-2 في كان كوت ديفوار للمرة التاسعة في تاريخ مشاركاتي نجح في تجاوز مرحلة المجموعات المغرب جوج جوج ان شاء الله شوف 2012 في خير الاستوائيه والغابون و2013 في جنوب افريقيا ثلاث مرات المركز الرابع 94 في تونس 2002 في مالي و2004 في تونس ومارتين خادم منذ الدور ال 16 يعني في مثل هذا الدور 2019 في مصر و2021 في الكامرون بينما منتخب بوركينا فاسو قلت في السنوات الأخيرة في السنوات الأخيرة نجح في إدراك نصف النهائي في آخر نسختين أسامة 1-0 في الكابون ماركت ثالث و2011 في الكابون المركز ترجع كرة كويتا كويتا من وسط الملعب أماري تراوري
ترجع له كره من جديد اماري تراوري في كره مع فوسيني دياباتي وهذاك الاخر يدان محمد كمارا العوده لسيكو ياكاتي ياكاتي لبوكار كويتي البحث عن الاحتباط بكره من جديد عصام جوج لواحد حسام جوج زيرو محمد كمارا واحد اثنين مع توبيا وحكمان شرق قطر مخالفة واضحة من أدامو ناغالو ناغالو في خطا على سيكو كويتا غاتولي تنط عيدا بابني كلتيا في الغالي في الغالي بطيح لنا شي ألف ريال خبزة هيا دريس انت ما تبان لنا تسجيل انا غاتبان ألف ريال الخبز ألف ريال الخبز ما كاينش راه هو هيا مدى فينك جايب العالم كورة كويتا كويتا يعطي الحكم إشارة التنفيذ كويتا أو دوبيا التصميم تضرب في المدافع وتتحول إلى ضربة الكورة ضربة كورة كامورة دوبيا في محمد كوناتي وتحولت إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية. هاش هاش هاش. للمنتخب المالي. هاش تجلب شيء. واه صافي خرج من ليه. ضربة ركنية للمنتخب المالي على مين إيرفي كوفي. محمد كمارا. متوسط ميدان موناكو الفرنسي. حفل حفل كل ركنية ثنائية لكن الخيار في الأخير على التنفيذ المباشر داخل مناطق بوركينا فاسو مرفوعة كرة بالقدم الأول ترجع من الدفاع كرة ثانية لبلاتي توري عيسى كابوري كابوري بعيدة كرة لجوستافو سانكاري ترجع من جديد للمنتخب صلاح واحد جاي روح كرة لأماري والدفاع موجود يوبادا دايو تابسع كرة مشتين محمد كمارا كمولي يحط له كرة في التماس خمس دقائق يطلب من الجماهير المالية الدفع الدفع والتشجيع في الدقائق المتبقية في آخر خمس دقائق انتظار ما سيضيف الحكم الليبي الشمال كواقت بديل اكيد باش يكون فما وقت بديل تمشي كره بوبكار غادي يبدا غادي يبغي يبدا الماتش ان شاء الله وغادي نصوروا كاع النتائج عماري تراوري باش واحد ما يعقب يعاود شي حاجه اخرى مخالفه من بلاتي توري بلاتي توري ارتكب الخطا على دياتي ساماسيكو بوبكار لينيا كاتي فلاي ساكو ترويل خام يكون موفق تعطي كرة تقصع لمنتخب بوركينا فاسو ساماسيكو هو الخطا من كامولي دوبيا المخالفة لمنتخب بوركينا فاسو يبدو لي هناك تغيير يبدو لي هناك تغيير دائما المشزفة عسيسكي مكان جوستافو سانكاري يدخل 17 عزيز كي جوستافو سانكاري مهاجم مكان متوسط ميدان في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو مجازفة بالكامل من اوفر فيلوت في اخر دقائق الوقت الاصلي أردوان ثلاثة الواحد في آخر الدقائق كابوري ترجع كرة بالراس بوبكار وتنصوبة أصبع تنصوبة لأدامو إيطاوي كورة كوناتي والدفاع مرة أخرى من بوبكار إلى خارج الملعب رمية تماس تماس للمنتخب البوركينابي تبيلا كورة دائما البحث عن كوناتي والدفاع موجود من أماري تراوي تابسوبا حط كرة محمد كمارا كرة ثانية عسيسكي يخسرها مع سيكو كويتا يخسرها من جديد وباسو تفاهم بين عسيسكي
بين كي وتايلور. راح الماتش تاع ركلة الترجيح ديال السعودية وكل هذا الأجنحة شنو؟ تزيج ملاعب تزيج ملاعب مزراوي ايوا بونو اكرتو ونين وغنزيز اجر حكيم زراوي امراب ونعم ملاعب زياش قريب بونتوش هو كاين بونتوش يصبح في وضعية وحش يوصف الى جانب كوناتي تانكو وترا في بورت ينهي اللقاء هذا يكون بونتوش في بحر عن هدف تعادل والدفع واضح من عزيز على كاموري دوبيا ترجع كورة من ساشا والانطلاقة من كاموري منتخب الخيول لم يقل كلمته الأخيرة بعد اللقاء والخطأ لمنتخب بوركينا فاسو منتخب بوركينا فاسو قلت ما قالش كلمته الأخيرة إلى حد الآن مخالفة لتانجو واترا خطأ محمد كامارا على تانجو أبو بكر واترا وهاشم بورموز يخدم مكانه في شبكة المباراة الثانية مخالفة بادولو يتقدم كل من دايو إدمون تفسوبة مرفوعة تعادل طيلة تعادل مليحة بورا دايو يصبر للبركان ولكن بلاش 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 دايو كان متقدم على اخر مدافع مالي بوبكار كوياتي كان متقدم على بوبكار كوياتي واضح التسلل في لقطه لا تستوجب العوده للفار يعني قرار المساعدة مساعدة الحكم هي من رفعت الراية لتشير وتعلن وجود تسلل ضد إيسوفو دايو الحكم المساعدة الصبية شيكوتيشا هي من رفعت الراية ديانا شيكوتيشا تأخيرات مالية منتظرة أكيد لربح الوقت والتأمين في الدقائق المتبقية من جانب إيريك سيكوشان سيفكر في تأمين هذه الأسبقية شاهدنا 24 بوبكار تراوري وسط الميدان ولاعب وولفرهامبتون الانجليزي يستعد لاخذ مكانه بينما هنا الانطلاق من دياباتي من وسط الدفاع لكويتا وتدخل من ادايو ترجع كره يسوفو دايو وتماس للمنتخب المغربي تغييرات ستتم الان بوبكار تراوري تراوري 24 بينما قبل 15 مكان 12 يخرج 12 محمد كامارا و15 فوفانا الله يبرالي يبقى تيبغي بدا الماتش على المغرب فوفانا باقي ساعة مدافع اميا مامادو مدافع مكان متوسط ميدان مامادو فوفانا بلاتي توري في كرة من جانب بادولو سيدريك بادولو بين فلاي
وعيسى كابوري والكره الاخر شريط الملعب راه يتماس دي بوركينا فاسو. الراجل جاب جد نادي قرمار يتماس دي منتخب بوركينا فاسو وسط الملعب بلاتي توري المرتدات والحكم يعود للمخالفه. الحكم يرجع للمخالفه لمنتخب بوركينا فاسو. يعطي الكرة من عزيز كي رسيف على الزيرو. تعود الكرة في الكرة ضربة ركنية في الكرة كانت بين مامادو فوفانا وديادي سماسيكو إخوة إمكانية وفرصة أخرى من ضربة ركنية المنتخب البوركينابي. منتخب البوركينابي من ركنية يمشي للتنفيذ عزيزكي. أسبد من الشد بلاش القهوة لا أي سنة عزيز يرفع كرة المتابعة من ديافاتي في كرة بينه وبين عيسى كابوري أسبقية فوسيني لفراي ساكو يرجع من جديد في كرة لديافاتي إلى خارج شريط الملعب. خويا عثمان كي داير؟ لاباس عليك كلشي بخير؟ وسيم 1-0 علي أشريف 1-1 ساشا إيفي كوفي تبين الكرة إيرفي كوفي لمحمد كوناتي تبقى كرة دائما بوركينابية لكويتا أماري تراوي. أماري تراوي ومشد الاحتفال بالكرة من جنب المنتخب المغربي يرسلها بسرعة عادل تراوي تدخل عادل من بوبكار. بوبكار كوياتي فينا فيصل إلى خارج الملعب. صعبة اللحظات الأخيرة هذه الجماهير التي لا تهدى طيلة المباراة مهما كانت النتيجة رابح خاصة منتخبها دائما بنفس الإيقاع. وفينا فيصل 1-0 المغرب إن شاء الله. كي داير تبع دابا لاباس عليك وشي بخير؟ الله يحفظك خويا فيصل. شيكي ديارا التدخل من ساشا ترجع لسيكو كويتا ديباتي فوسيني خطيره الكرة للمنتخب المغربي. الله يحفظك خويا فيصل. لا واش غدير معليش وحشتش الحصة هذا قبل لا تجيبوا لي طيحوا لنا الدراري. هذا ادم تراو اللي خرج شركة دينة الشوط الأول وتقريبا نصف الشوط الثاني أقل من دقيقتين على نهاية الوقت البديل. ما زالت الإمكانية للمنتخب البوركينابي. طويلة كرة طويلة كرة بالرأس خطيرة خطيرة كرة بين كوناتي ودايوم هذاك الآخر للمنتخب المالي. سيمو 2-1 خويا عثمان 2-1 للمنتخب المالي قد تتعقب مسيرة منتخب الخيول البوركينابية مع منافسات دوري 16 بينما النصور المالية تواصل التحليق في سماء الكوت ديفوار في انتظار مواجهة لن تكون سهلة يوم 3 فبراير في دار روانيا يوم السبت في ملعب السلام ستاد دو لابي في مدينة بواكي ضد منتخب البلد المناظر اللي رجعت له الروح من بعيد بعد ما كان على وشك المغادرة منذ الدور الأول. رجع في الكثير من الحظ الدقيقة الأخرى حمل اللقب السنغال في ركلات الترجيح. هذه كرة مسالت والخطا للحكم يكون العب الحكم الشلماني كوناتي طلب بمخالفة والشلماني يقول له العب
خمسة كرة آخر كرة آخر كرة تبصوبة يتأخر ماري تراوري في بداية الشوط للمنتخب المالي يرجع عليه يرجع عليه تانغو واتارا كبيرة كرة كوناتي دايول وفي وسط الملعب يؤمن ساماسيكو ساماسيكوني دياماتي سيونيران الشرماني تمشي كرة لكاموري دومبيا والتماس للمنتخب المالي التماس للمنتخب المالي يخو مكانو حكم مباراة الشرماني في وسط الملعب استعدادا لإطلاق صفيرة إنهاء حوار دور السادس عشر هنا في أمادو جون كوليباري في مدينة كولوغو بانتصار وتأهل المقابلة لربع نهائي كندا كوت ديفوار 2-1 هدف تغيير البال مع بداية الشوط الثاني للمنتخب البوركينا لم يكن كامل ركلة جزاء برتون دراوي في الدقيقة 56 لم تكن كافية بعد أن تقدم منتخب مالي بهدفين مبكرين الأول كان في الدقيقة الثالثة للشوط الأول بالخطأ ياسين تتل الوعد مغرب رابح وبداية الشوط الثاني دقيقة 47 جوز زيرو أضاف ثاني الأهداف المالية مالي في ربع النهائي وتضرب موعد يوم السبت القادم في مواكي في مواجهة الكوت ديفوار في لقاء سيكون منتظر في انتظار بعد تقريبا ساعة من الآن المغرب في آخر مباراة دور 16 في الشارع أو في ملعب لورون بوكو في سان بيدرو كل التوفيق للمنتخب المغربي في مباراته ضد بافانا بافانا نقطة النهائي لحوار كوكو شكرا لكم مشاركينا على المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء نعود إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل مهند الجاني وعزيز الواحد ورضا عزيز زوج أزر الشكر كل الشكر لنوفل الباشي كما تابعنا عبر بي سبورتس موسم 16 بين مالي وبوركينا فاسو تنتهي بتفوق مالي بهدفين لهدف هناك بمدينة كوروغو بملعب أمادو جون كوليباري وبالتالي مالي تضرب موعدا مع صاحب الأرض والجمهور الكوت ديفوار في الدور ربع النهائي في بداية الشوط الأول والشوط الثاني يعني التركيز ما كاينش صلاح المغرب واحد إن شاء الله بقى ساعة في اللايف بقى ساعة في اللايف اللي مازال ما شاركش يشارك بقى ساعة هدف لبوركينا فاسو وبالتالي ما يبقى مع الكوت ديفوار في دور الرابع النهائي رغم ان هدف تهديد الفار كابتن هيثم اربعه ماركه واحد ماركه عليهم جميل هيا بوطو هيا رجعات شوف الاخر واش كيلعب هو بعدا واش كيلعب هو شوف فين لعبها باش ما يضربها لهم وشوف الثاني
هذا دقيقة جوج الاخر دقيقة ثلاثة هذا هو اللي جنيه ناري 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 نرسم هذاك الاول وفين عبد الرحمن بعد تحسن شكل هذه بيلانتي هنا يوسف ضايع كلش هذا خويا والدقي راه ماركا تخلي شويه ولكن ما بغاش غير الشكل لم يكن بالبال زوج واحد الراجع كان سجل هدف التعديل لكن كان تسلل اعتقد كان 90 دقيقة قبل المنتخب المالي كان افضل على مستوى الدفاع بطول التغييرات كذلك خدمة العمر طيب شكرا لحكم شكرا لهيثم مصطفى دعونا في هذه بس ساعتين بس باش اللايف ساعتين امين السبت حيث مواجهة المغرب جنوب افريقيا ان شاء الله مدينة سان بيدرو تكون فالخير شحال دابا كاين 20 المغرب في مواجهة جنوب افريقيا غدادو لي 27 ولا 25 ان شاء الله محمد بالفعل هذه بدا فيها المنتخب المغربي مشوار الراجع جوج جوج خفينا امين خفينا خبرتيه واش تهاني كلشي بخير التوفيق كذلك لشيبو خويا محمد كيدير لاباس عليك مزيان خفينا خبرتيه امين ثلاثة لواحد وقلنا فين خبرتي بعدا فرحة مالي بالظهر على حساب بوركينا فاسو لتلتقي بالكوت ديفوار في الدور المقبل الدور ربع النهائي خويا محمد سواد ان شاء الله باقي المسابقة فيها ساعة 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 دابا راه ساعتين اللايف هو خدام دابا ساعة ايوا خالد الحمد لله وصلنا قبل جايك على ساعة الخاطر بعدا كومونتير معليش عمريني كنت مشغول مش تاجري خالد عندما من جامع لعبتكم عبد لعبتك وفينا احمد وما جيتي عندنا ما زرتينا ما عرفناش درتي ما درتي والو شنو درتي؟ هذا المسؤول الحمد لله قام محمد الله يلا بخير الحمد لله دمتم بخير مشاهدينا الكرام اخويا عبد الرحمن كيدير صافا بخير خويا العطلة جات كونجي هاكاك يا معليش بلال خيدو محل زيرو بقى ساعة في اللايف بقى 45 دقيقة الدراري يلا خي محمد حصلتي شي واحد ولا بادي اعلى جوج زيرو ايوا خالد الحمد لله وصلنا قبل جايك على طول I'm going to go to the hospital.
هلال سان بيدرو الإمبوريين وعلى أرضية من لحاليا لرنبوكو الذي يتسع إلى 20 ألف المتفرج. سيوقع مشاهدين المنتخب المغربي على ظهوره الرابع في هذه النسخة بمواجهة جنوب أفريقيا. المباراة تنطلق على الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة. أينما كنتم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمان المكان في دور الربع النهائي. بعد فقط أقل من ساعة سيوقع المنتخب المغربي في الشوط الأول. خويا الزوين الله يحفظك وزياد اش باقي بكازا الله يحفظك الله يحفظك خويا الله يحفظك. إذن مشاهدينا هذا هو اللقاء السادس في كأس إفريقيا بين المنتخبين المغربي والجنوب أفريقي. آخر المباراة بينهما كانت لحساب النسخة 2019 في دور المجموعات عندما فاز المنتخب المغربي لكنه لم يحقق الفوز في المباريات الأربع الأولى بواقع تعادلين سنتين. إن شاء الله اليوم يكون الفوز من نصيبه مع كل الإمكانيات المتوفرة وكل الترشيحات التي تدفع منتخب المغرب صاحب إنجاز كأس العالم إلى تحقيق المراد وإسعاد الجماهير المغربية التي تنتظر اليوم نتيجة إيجابية. سنتابع مشاهدينا هذا التقرير عن تاريخ يلا زيدتي جواب زيد حاليا جوج الزيرو وفينا عثمان جيتي معطل ولا؟ على أرضية ملعب رامبوكو تحتضن مدينة سان بيدرو الإيفوارية مواجهة من العيار الثقيل أسود الأطلس المنتخب المغربي في مواجهة جنوب أفريقيا. لقاء من نوع آخر بين رابع العالم ومنتخب الأولاد للمرة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا. تشير الإحصاءات إلى أن المنتخب الذي تواجه خمس مرات الغلبة كانت لمنتخب جنوب أفريقيا بانتصار مقابل فوز واحد للمنتخب المغربي في اخر مباراة جمعت بينهما من عمر البطولة عام 2019 بدون مجموعة. بلا جوز زيرو يلا قريب 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 45 دقيقة غادي نحبس المسابقة. منتخبين كبيرين في القارة الإفريقية، فالمنتخب المغربي يحتل المرتبة الأولى في عرش القارة السمراء، بينما يأتي غريم مباراة اليوم في المرتبة 66 عالميا والثانية عشر إفريقيا. مواجهة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، فالبلجيكي أوغو بروس سيواجه أسود الأطلس للمرة الرابعة في تاريخه. فجميع مواجهاته الماضية ضد المنتخب المغربي جاءت بتصفيات كأس الأمم الأفريقية. مباراة اليوم هي الثانية فقط بين وليد الركراكي وأوغو بروس أو منتخب الأولاد، وانتهت المباراة الأولى بينهما بفوز منتخب الأولاد. شاء الله شاء الله شاء الله زيد. في تصفيات كأس الأمم الأخيرة.
it in through the keeper, and then the knock is, the flag stays down. واحدة من المباريات الهامة في البطولة، بل المباراة الأخيرة في دور الستة عشر، مباراة التأهل لكلا المنتخبين، ولا شيء غير ذلك، إما الفوز أو الرحيل. مباراة بين مدربين كبيرين، أوغو بروس الذي أدلى بدلوه الفوز على المغرب هي الخطوة الأساسية في الطريق نحو النهائي، فيما يعيش الركراك الخطوة والمضي قدما هو الآخر في المشوار الإغريقي، فمن من هؤلاء اللاعبين سيحسم الفوز والتأهل لمنتخب بلاده؟ سؤال ستجيب عنه أقدام ورؤوس اللاعبين فقط على أرضية المستطيل الأكبر. هدف 2-0 المغرب امام جنوب افريقيا المشاهدين في اول ادوار خروج كابتن يوسف صحيح في الذاكره نسخة 1998 عندما هذا المنتخب المغربي، لكن عديد الاشياء تغيرت. بدايه قراءتك لهذه المباراة، وهل يمكن ان نعتبر المنتخب المغربي لديه على الاقل افضلية بحكم اسماء انجاز الاخير في كاس العالم البداية الى حد ما جيدة في دور المجموعات امام منتخب متجانس لاعبين؟ المنتخب مع فريق اخر منتخب اخر في المقابل المنافس منتخب جنوب افريقيا، تقريبا معظم لاعبيه من فريق سان داونز، وبالتالي هناك تجانس وهناك انسجام كبير بين اللاعبين شاهدناه في فترة مباراة المنتخب المغربي بدوري المجموعات فوزين وتعادل، سجل 5 أهداف واستقبل هدف واحد وتصدر لكن كما قلت هي مباراة مهمة، نعرف أن لمن مريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة يجب أن يلعب نفس التركيز نفس القوة بنفس القوة الذهنية التي كان على شكون الكابتن ودائما الاعتماد على اللاعبين والاعتماد على أنفسنا، الأشياء التي كنا دائما حاولنا فيها وهي منظومة الدفاعية يجب أن تكون فعالة معك ما قلت دائما وهو هذه الروح يا مروان كيدير صافا بخير ماشي مزيان والله يحفظك مروان، والاعتماد كذلك على التركيز العالي خصوصا من بداية المباراة إلى آخرتها واستغلال الفرص، أقول دائما احترام المنافس كيفما كان نوعه واستغلال الفرص، أقل فرصة يجب أن نسجل الأهداف يجب أن هذيك قبل موسى هذيك شو واحد مباراة كوتينيو بيدرو مباراة الكونغو التي عاد فيها الكونغو وسجل هدف التعادل. كابتن محمد لا يختلف اثنان الا انه هذه نسخة مفاجآت بامتياز، صحيح هناك ترشيحات كثيرة للمغرب لكن خروج السنغال يوم امس كقوة عظمى حاملة اللقب واحدة من احسن المنتخبات التي قدمت اداء كبير في دور المجموعات قبلها مصر تونس الجزائر، هل هذا يقلق برأيك اللاعبين يشعرهم نوعا ما بالخوف اذا صح التعبير ام بالعكس يعطيهم حافز ودافع لتقديم الافضل؟ هذيك بدر هذيك غيمتي الحصه ديال اليوم على العفريت لانه كان الاهتمام لاحراز البطوله خرج من طريقه، ودي اهم حاجه في البطولات المجمعه، الحاجات اللي محيطه بيك لازم تستخدمها الايجابيه لنفسك، التحرر من الخروج من الخروج من خلدون درجه واحد حوله يعني حافز ان انا لازم اكسب عشان طريقي نوعا ما ممهد، لانه القوه العظمى خرجت تتكلم على السنغال تتكلم على مصر تتكلم على الكاميرون تتكلم على غانا تتكلم على العديد من الفرق،
فالنسخة دي على ربع كاس العالم. ربع كاس العالم خاسرين صافي حيث كيف أفكاد خلو الكاميرا خلو الكاميرا مش أفكاد وأنا برضو أقول إحنا عاوزين نحط جنوب أفريقيا في وضعها الطبيعي. إيه وضعها الطبيعي؟ احترمها نواف الأخير طيب لعيبة خلاص راح نشوف عارف دابا الصوت الأول ياكلوا صح هذا زوج لواحد بعض الأحيان جدة المنظمة الأهلي بيكملوا وياخد بيه إنما على المستوى الدولي في المدير الحالي للمنتخب المغربي لازم يبقى له أسبقية سيبك من الغنى والرقص وبتاع لا مرعوب بيه اه مرعوب بيه كل من أفارقة جدا اه والله العظيم كل من أفارقة كده من الأهلي لن يمتعك وتخش في التنل احنا كنا بنلعب الكاميرا من 2008 حد كان فيهم اللي سموا ناتو والباقي كان صادق كدير فهنا الخوف ده وصل للمتمرن الافريقي عشان المغرب اللي عمل بيه في كاس العالم فاستغله من هناك كابتن من يعتبر انه اللعب امام منتخب رابع العالم هو دافع للبروز والاطاحه غير المنتخب الثاني يتحول شوف منتخب اخر هو انت ما تحولش ليه؟ انت عاوز تاخد لقب ايوه هو انت لازم تستخدمها ايجابي ما تخشش للناحيه السلبيه انا لازم احاول كل حاجه في البطولات المجمعه خاصه الاخيره وما تطولش ولا صغير ولا كبير لان بيبيات ادراوي جزوز استغلها في الناحيه الايجابيه سيبك بقى يقول لك اللعيبه دلوقتي هم فلان خرج فرقه خرج انت خليك في نفسك ركز في منتخبات كبيره خرجت ليه ما اخش النسخه دي؟ ليه ما اخش بالبطوله؟ فكل حاجه سلبيه حولها الناحيه الايجابيه واتمنى الايجابيه والاصابات انها مهما يكن مهما يكن منتخب تونس لو عنده مهاجم تسعه خرج جنوب افريقيا فالنهارده لازم نلعب بثقه ولازم نلعب بثقه مرة من الغيابات والاصابات انما الافضليه والثقة والعزيمة تحدث عنهما وليد الإدريكي في المؤتمر الصحفي الذي سبق هذه المباراة قال إن والله عندك خويا بدر وقتك غيبت الحصة ديال اليوم ما جيتيش سنستمع إلى وليد الإدريكي وأيضا اللاعب الشيبي وكذلك مدرب المنتخب منتخب غفانا غفانا أو بوكوس On va commencer par Sofiane, je pense que sa CAN est terminée, donc on a perdu un joueur important. Ça arrive à l'entraînement, comme ça pouvait arriver en match, voilà. C'est une blessure musculaire qui va l'empêcher de terminer le tournoi, à part miracle concernant Hakim. Pareil, voilà, il a eu la cheville contre la France. On est concentré sur notre huitième de finale et il n'y a rien qui va nous perturber, ni les blessures, ni ça, ni rien. On est concentré, on joue pour le Maroc, on veut gagner cette CAN, Inch'Allah. دراري احنا واعين بالمسؤوليه اللي علينا كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور المغربي ما كاينش كيف قلت لي ماتش ماشي سهل احنا كندخلوا اول حاجه علينا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه هذاك الشيء اللي غندخلوا غدا ان شاء الله كنتمنى الله التوفيق ريبيت Morocco already 1 year ago in March, but we played a very good game. And that means that that we believe in it, that it's possible tomorrow to beat Morocco. But we have to achieve a very, very best level. And if we can do that, then maybe we can create another surprise here. شاهدنا ايضا منتخب جنوب افريقيا يقول بروس يستشهد بالانتصار الاخير على المنتخب المغربي في تصفيه كاس العالم صحيح كانت هناك غيابات في صفوف المنتخب المغربي في تلك المباراه طيب يوسف شاهدنا اداء الوصول في دور المجموعات نتفق على ان هناك اول جيد في تحسن استحواذ في فرص الجيل لكن شاهدنا ايضا تراجع وتراجع على مستوى الشوط الثاني ما السبيل لاصلاح على الاقل هذه المشكلة لأنه تكون يقطع من هذا بزاف يمكن أن تكون باللعب جيدا في شوط وتراجع في شوط يمكن هذه المرحلة خصوصا تراجع المستوى المدني في 20 دقيقة أخيرة ربع ساعة أخيرة كذلك كثرة ضياع الفرص وهذا هو اللي يقلق كثيرا يعني تصدع فرص لكن في الوقت بعد مباراة قوية ربما لا تتاح لك كلمة تعطي فرص أنا لم أقلق عليه دائما هو من أقل فرص
شاهدت العديد من المباريات مع ثلاث مباريات انا في اعتقادي كانت مباريات مختلفه وظروف مختلفه مباراه كبيره كانت مباراه مثاليه او مباراه ما غادي نحبسوا اللايف غادي نصوروا النتائج كاملين المباريات اللي قدمتها الدور الاول الكل اصبح يرشح للفوز وتخرج ليس مقياس لكن تعتقد المباريات كبيره في الدور الاول لان ستبدا بعيده في هذه الفرفوره ملابس صحيح هذا هو التركيز مهم جدا التركيز اللاعب بمنظومه قويه بروح وبنفس الاسلوب والطريقه اللي تعودنا عليها دائما ما تبقى شيء مهم يجب ان تلعب انك فريق او منتخب قادم لكي يفوز بهذا اللقب شكرا المباراه اوكي عندنا في المباراه يجب عليك ان خليها يتسارع مستوى الاداء الجماعي مستوى الفرديات فرق كبير لكن كما قلت يجب ان يستغل في على ارضيه الملعب هناك لاعبين عند قوة بدنية لاعبين عند المهارة الفردية لاعبين عند سرعة عند لاعبين في يوسف فضل إن شاء الله تشتغل وهي الأدوار كانت ناجحة الأدوار الدفاعية للمهاجمين مع المدربين على مقاعد حتى عندهم دور كبير مثل المباراة التي أعطى فرصة للاعبين تقريبا كل التغييرات اللي عملها المدرب وليد كانت ناجحه كل اللاعبين الذين دخلوا اعطوا اضافه للمنتخب وهذه ميزه اي فريق او منتخب يريد شاهدنا قبل قليل مشاهدينا على دكة البدلاء سفيان بوفال الغائب ليس فقط عن هذه المباراة وإنما عن هذه البطولة بسبب الإصابة وأيضا زياد كأساس في هذه المباراة بالنظر إلى الإصابة التي ألمت به في آخر مباراة كابتن محمد هاي مواجهة منتخب جنوب أفريقيا متجانس 7 و8 يلعبون مع بعض الفريق الأغلب أوتوماتيزمات متوفرة تفاهم موجود ما السبيل لمواجهة هذا المنتخب الطريقة المثلى لإيقافه والحد من الخطورة ما تدوش اللي هو عاوزه يعني ما تدوش اللي هو عاوزه تعرفه مبدا الكورة يعني هو بيحب الاستحواذ خد منه الاستحواذ هو بيحب يلعب كورة قصيرة خليه يكون يلعب كورة طويلة هو بيحب اللعب السريع والريتم السريع واللعب المباشر قد الريتم فكل حاجة هو اللي اعملوا عكسها فالنهاردة السبعة تمانية هم ترسان دوزة وشوفنا كل مسا دوزة في دوزة كل فرق بيستحوذ بيلعب كورة بيلعب التغلب التحول والتغلب في الكورة والمهام المميز الحاجات دي لازم انت تعمل الطلبة بعضها يعني البيضة ما بقاش لنا بزاف باش غنحبسوا اللايف اللي مازال ما شافش يشارك تفضل عليك كابتن نروح للظروف المباشر بين الفضل نفسه سنتحول الى مراسل موفد قنوات بي سبورتس مهدي فودي اهلا بك مهدي اليوم عودة وليد الركراكي لدى كابتن البدلاء عودة المزراوي للمشاركة لأول مرة ربما عاملان سيغطيان على غياب زياش في هذه المباراة بسبب الإصابة تفضل مساء الخير أمين تحية لك للكابتن محمد والكابتن يوسف دقائق قليلة وتنطلق آخر مباراة برسم دور 16 من أجل الحسم في هوية المنتخب الذي سيلتحق بركب المتحدين إلى الدور الربع النهائي ونتمنى أن تكون تأشيرة العبور من نصيب سود الأطلس رغم أن الظروف التي تسبق المباراة لم تكن مثالية بالنسبة لسود الأطلس سفيان بوفال خارج المسابقة بسبب الإصابة كانت هناك شكوك حول مشاركة حكيم زياش واليوم تأكد رسميا غياب
غياب الجناح الايمن. كانت الخطه هي محاوله تاهيل حكيم زياش من طرف الطاقم الطبي للحاق بمباراه اليوم واتخاذ القرار المناسب في اخر لحظه. في الاخير تم الاستقرار على عدم المخاطره بحكيم زياش على امل ان يكون جاهزا لمباراه دور الربع النهائي في حاله التاهل، والتاهل يمر عبر مواجهه قويه امام جنوب افريقيا. الان الواقع يفرض نفسه امين، يجب التاقلم على الوضع بمعطياته السلبيه والايجابيه كذلك. كما ذكرت عوده وليد الرقراقي على دكه الاحتياط وعوده نصير الزراوي في مركز الظهيره الايسر، تعافى بشكل كامل وتدرب بشكل طبيعي مع المجموعه. غير ذلك فالبدلاء وجميع الاسماء والعناصر والاسلحه التي تمتلكها الكتيبه المغربيه قادره على سد الخصاص وتقديم الاضافه مطروحه للمجموعه هي جوهر واساس منظومه لاعب المنتخب المغربي. والمباراه اليوم لن تكون سهله امام منتخب جنوب الى الاطاحه بربع مونديال قطر. تمكن من الفوز على المنتخب المغربي خلال شهر يونيو الماضي في مباراة سنعتبرها الشكلية، وإن كان الفريقان قد حسما التأهل مسبقا إلى نهائيات هذه النسخة. ربما هذه المباراة هي مصدر ومرجع بالنسبة للاعبي منتخب بافانا من أجل خوض هذا اللقاء بثقة كاملة من أجل الإطاحة بأسود الأطلس. ولو أن وليد الرقراقي صرح بالأمس في المؤتمر الصحفي أن المنتخب المغربي مركز على المضي قدما في المنافسة والتتويج باللقب مهما كانت الظروف. سنرى كيف ستكون الصوره اليوم. نتمنى حظ موفق لوسود الاطلس من اجل تحقيق المراد العبور الى الدور الربع النهائي وشد الرحال صوب العاصمه يرمس كرو من اجل ملاقاه منتخب الراس الاخضر. شكرا جزيلا مهدي للقنوات بين سبورتس. كابتن محمد اكمل الفكره. اخر حاجه قلت لازم تقرا. ما تعملش واحد العكس ما هو عابس. فانا قلت ان هو بيحب البلده فضغط عليه. عنده لعيبه في الملعب كتير تعبت. لازم حد بعد اول ما تبني الكره عليه هيصعب البلده. حاجه ثانيه فيرس تاني انما بطاء وهم راجعين من الدفاع. الجناحين بتوع الجناحين بتوع سواء مصراوي سواء حكيمي يلعب بسرعه عشان المساحه دي هي اللي ممكن تخلق فيها فرص وخطوره بالنسبه لكريم. حاجه لنفسها نقاط ضعف لعيبه الاهلي. بس اللي هيلعب على بيرس تاو اول اربع خمس مرات مهمين لازم تقرفه تدبدب وراه تك 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 وهو بيخاف. فالاربع خمس مرات الاولانيين اللي حطيتهم كسبت معركه. لما يستلم منك يقفلوا على شمالك. هو ما بيستخدمش منه كتير. فالحاجات دي لازم حاجات صغيره تفاصيل صغيره دي عشان المنتخب يضايق تحترم مصدر قدرته وتلعب على الطاقه. يعني بلغه اخرى توريه العين الحمراء. وقفنا بزاف باش غادي نحبسوا اللايف الدراري. موجه لمن سيراقب ويدافع مع بوسطة نجم الاهلي المصري. دقائق مشاهدين على انطلاق هذه المباراه المهمه بين المنتخبين المغربي والجنوب افريقي. أمامكم مشاهدينا
احصائيات المنتخب المغربي خلال دور المجموعات ساذكر ابرزها، حيث وصلت عدد تسديداته الى 44، 18 منها كانت على المرمى، سجل 5 اهداف واستقبلت شباكه هدفا واحدا. نسبه الدقه في التمرير تجاوزت 86% بقليل، وبلغ معدل الاستحواذ 54.4%. بالنسبه لمشاهدينا لاحصائيات منتخب بافانا، بافانا في الدور الاول حيث وصل عدد تسديداته الى 35، 16 منها كانت على المرمى، سجل 4 اهداف استقبل 2، دقه التمرير 78%، جواد بلغ 50.2%. سنتحول نحن مشاهدينا الى قنوات بي سبورتس في المغرب الاخضر الوالي، وانا وصارت امام اللاعبين وانتظارات المغاربه من هذه المباراه. اهلا بك الاخضر، ما هو الاحساس السائد، تفاؤل ام تخوف؟ تفضل. مساء الخير امين. الجمهور المغربي يربط الخط مره اخرى مع سان بيدرو لمتابعه هذه المره مباراه حاسمه جدا، ليس كالمباريات السابقه. لهذا هناك حقيقه هناك تفاؤل، لكن تفاؤل ممزوج نوعا ما ببعض التوجس. الجمهور هنا يتمنى ان يحسم المنتخب المغربي في الوقت القانوني من المباراة، من العشرة خوفا من المباراة. لا يعني ما يدخلوش عشرة في هذا الفضاء، فضاء اخر، نقطة اخرى من لا تقل حماسا عن نقطة التشجيع السابقة. يعني هناك نفس الأجواء الرائعة، هناك موسيقى، هناك فقرات متنوعة، وهناك شباب. قال لهم عندنا تعور 60 ايام ديال الراحة، غنلعبوا في الليل. مجموعة من الشباب يودون إرسال نوع من الطاقة الإيجابية من هنا إلى المنتخب المغربي. نبدأ بهذا الشاب من الدار البيضاء. بعد السلام عليكم. احنا حنا ان شاء الله متفائلين ان شاء الله بحال الماتش هذا، ولما ندو لاكوب سيرتو اللي كيدوز ان شاء الله دوز في ديال جيب قطر. حنا متفائلين ان شاء الله ندو لاكوب هنايا مع الركراكي. انت بقيتو في الاجواء في كازا، الجمهور كامل فرحان بالدو لاكوب ان شاء الله. ولما ندو بحال الماتش 2-0 3-0 ندوزو للفينال ان شاء الله. ان شاء الله حنا متفائلين كيف ما كتشوف الاجواء هنايا، العائله جايبين ولادهم، الاجواء جايه داك الثمن الصالح ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله غنحسموا التاهل في 90 دقيقه ان شاء الله. خرجوا بروميير ميطون جوج التوقع. التوقع ان شاء الله انا نثق في الركراكي ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. الشباب الى عائله هناك من بلجيكا جاءوا الى المغرب. خلاهم يتسرحوا. شي لك انا هذا حارو يخربق لك كاع شي خرب كل شيء. عمر زخنو 2-0. منطقة المشجعين بمدينة الدار البيضاء. إذن كبرت غالبا والله سعيدة هناك، الكل ينتظر نتيجة واحد شوية وغادي نسدوا اللايف أدري. دعونا نتحدث عن قريب يبدا الماتش شوية وغادي نسدوا اللايف كلها هبط لنا للباشا. رأيك في إشراك بلخص هادي أول مرة في مباراة مهمة بأول أدوار طبعا أنا وهو كان غائب مدة زوج إصابة. الناس على الموضوع هي يمكن ملاحظة وحيدة التشكيل، ربما إشراك مزراوي كان أساسي لأن الإنسان مزراوي تقريبا مزراوي شهرين كان مصاب، شهرين كان بعيد عن المصيبة على المباريات. وفي أجواء مختلفة عن الأجواء اللي لعبوا بلاستو زوزولي. لا زوزولي وعدلي أنا كنت أتمنى مصيري أو بوين، لكن هو أقرب هو بدا بعطية الله. قال لك أبغى عطية الله شيفو. قال لك زعما فهمتي لعبت بيزيطا وشحال من مرة مع الوداد وصان داون عاودت عن الله. انا مع الوداد الاهلي قدم في الشوط الاول نار زير وضح في المباراه الاخيره يعود الى وفينا هشام. هل هو يمكن استراتيجيه لبث بامن الله ونفس اللاعبين يمكن هو مع شو غادي نحبسوا اللايف الدراري
الشوط الثاني يمكن يلعب الأوراق الرابحة كما قلت عنده أوراق كثيرة المقايب بدلا ممكن يغير ممكن يغير حتى من أسلوب طريقة اللعب نفس تشكيل بوبو كحارس مرمى دائما متميز وتيتيقا دائما للدفاع بأربعة مدافعين حكيمي سايس وكذلك عودة سايس كذلك بعد ما كان عبد الحميد كذلك قدم مباراة كبيرة في آخر المباراة عودة سايس كأساسي مع أكرد ومزراوي كمدافع أيسر أمراض دائما مميز كما قلت أمام المدافعين لعب ارتكاز قوي في عملية ارتكاز الكرة عنده ضوء كبير لأنه سيواجه اللاعب زوانين وزوانين من اللاعبين المميزين اللاعبين المهاريين يعني يجب أن يكون هناك رقابة لصيقة للجماعة وتعطي في المساحة والفرصة والأربعة لاعبين أمامهم زيزونيو يلعب مكان اللاعب مصطفى بوفال واللاعب عدلي في الجانب ما يلعب مكان زيزوني لاعبين عندهم إمكانية عندهم سرعة عندهم مهارة يلعبان باستمرار ويلعبون في مستوى العالي كذلك يعني ليس هناك أي إشكالية في هذه الأطراف واللاعبين في الوسط لما قلت أنه لا واللاعب أنهي وعودة مرة أخرى لعب الصغير كأساسي بعدما غاب في المباراة الأخيرة أتمنى إن شاء الله أن تكون أهم شيء كل اللاعبين على مستوى بدنيا جاهزين على المستوى الذهني مهم جدا خصوصا في عملية كما قلت كمنظومة فريق يعرف متى يدافع ومتى يهاجم فريق يعرف متى يرفع النسق يعرف متى يستجر الكرة بسرعة يعني هناك فترات الجو الحرارة يجب أن يقسم المجهود كذلك ويتمكن عدلي يرى اليوم بيلي برازيل السيطرة على إيقاع المباراة مهم جدا فريق منافس كما قال محمد فريق يقول يلعب خلف الأطراف الهجمة الانتقالات قصيرة ونعطوه في الفرصة نحاول بإمكان أن نكون إحنا سباقين الكرة ثنائيات هم يلعبون ثنائيات يجب أن نكون إحنا سباقين دائما في ربح الثنائيات وشيء آخر يميز المنتخب المغربي وصدرنا دور المجموعات وهو استغلال الكرة الثابتة بشكل جيد لأن سجلنا أهداف الكرة الثابتة إن شاء الله اليوم نكون مركزين أكثر خمسة دقائق ونحبس الله الكرة الثابتة ننتظر كذلك عطاء ومردود جيد من جميل عدلي الذي سيعاون حكيم زياش في هذه المباراة نتمنى له كل التوفيق كابتن محمد حدثنا عن تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا وهل هناك تغييرات بالنظر إلى المباريات السابقة هو نفس التشكيلة اللي بدأ من ماتش تونس الأربعة 4-2-3-1 بنظام اللعب ويليامز حارس المرمى مجيبة ومغالة وكركادة ومدور الأربعة مدافعين عن الحارس سان داونز نيجي على وسط الملعب مقينا ده لعيب مميز قوي لازم حد ينزل عليه وهم بيلعبوا من الهجوم سيتون معاه موجود في نص الملعب بيدي حريه اكتر لزوان وده مهمه سفيان رابط هم بيخترق بيحب يلعب تحت المهاجم فهو تحركاته سريعه انطلاقاته سريعه خلي بالك هو ما بيحبش قوي ينزل في نص الملعب يستلم انطلاقاته الله رب الحبس بارك عشان يروح لقدام ميرسي تير ومورينا يكون برضه مميزين واحد واحد طالع مع جوبا المهاجم سيبك من مباراتنا ساعتين وصلنا يعني كده هم عشان يجيبوا من مستوى نبادي ثمانية دال ثلاثة تسوي عادة النهارده يا رب يبقى نفس الأعداد جزالة يصنعوا خمسة عشان يجيبوا جول إن شاء الله مش يهدي بس ترجع عزا براسك صعب السلام أهلا هو إنما ارتداد أنا مش كنت مبريبار ترينر صعب أصبح عشية أصبح عشية بروجرام عندي صباح بروجرام عندي عشية الروبات عندي الصال خلاص الروبات واجدين واجدين ماشي دامشي نوجد واجدين مش ما بتاكلش اي حاجه هي اللي تنطرقوا احنا تنطرقوا زي ما تنطرقوا مشينا جريت جيت اخذ ليزابو ليزابو بلاك تمشي لان ترتاح شويه ما طلعش نشتغل نرتاح الربع الجاي حاجه ثانيه تاخذ الربع الجاي عبد الصمد الزنجون الربع الجاي عندك انت والراحه ما عندكش حاجه انا سهل لهم اللعب والراحه هم مش نفس فكر زياش ولا بوفال هم لعيبه عبد الله باقي هنا عشان يقعد يحبس اللايف هم بيحبوا يروحوا في المساحه خوك شارك ولا مازال في المساحه ما عندهمش فكره التانيين التانيين انا بوفال بوفال وزياش دول خوك شارك ولا لا العب معاهم انزل لمستوى معلش ولعب لهم في المساحه جوج دقائق هم لعيبه مميزين نحبس الله يا جوج دقائق مشاكل
فالنهارده احنا عاوزين نص الملعب مرابط عند الزواني ده مهمته. وربما كابتن عفوا المقاطعه اشراك املاح مكان السيباري الذي ادى بشكل جيد في المباراه السابقه لهذا السبب لي يعني استحواذ شكون دخل في مستوى الدفاع مش املاح لذا دخل املاح املاح وناحي ومرابط التشكيله بتاعته معروفه بتاع وليد الثلاثه املاح وناحي ومرابط هذا هو الوسط اللي كاين هو الميدي وليد فهو طبيعه شغل ولعبه هو دار رجل واحد وانت درتي واحد واحد صافي فاعتقد النهارده على الورق خاص صافي التشكيله دي قادره تنهز اوكي ظروف صعبه وكل حاجه والرطوبه وبتاع فهمتوا لا انا الوحيد العربي الجماهير كما تتابعون متواجدين سنة المنتخب المغربي في هذه المحطة المهمة التي ستمنحه مؤشرات أخرى لقدرته على كودر جينيور سمعت رايد جينيور العام ما داروش جينيور داروها بيني وكاز البدني ليس في القمة خصوصا الشوط الثاني نظرا لمباريات السابقة أنا قلت جوز زيرو المنتخب المغربي ان ينهي المباراه في 90 دقيقه وبالتالي هذا يفرض عليه يوسف يوسف على زيرو يلا اللي باقي ما شاركش رانا شويه وغنحبس اللايف صافي دابا راه غادي ثلاث سوايع وانا طارق اللايف ثلاث سوايع تحاول تستطيع الطرف من تقاطع المنافس قطر ربع ساعه كمل ثلاث سوايع اقرب للمرمى في بعض الاوقات انك انا يعني ترجع وتخلي مالك ربع ساعه كمل ثلاث دقائق يبني اللعب شنو شادي رياض اللي قلت يجب على المنتخب ان يسيطر على الايقاع ايقاع مهم جدا تعرف متى ترفع متى تنزل ايقاع شيء ثاني كما قلت دائما هو الفرص هو قابل اللايف مشينا مستحيل انك راح تخلق نفس الفرص اللي خلقتها في المباريات السابقه الان كل ما نزل اي دور سنواجه القرب التالي حتى فرص اقل يجب استغلال لا مازال اقل فرصه يجب تسجيل الاهداف وعدم الامكانيه لتسجيل الاهداف خصوصا كما قلت العرضيات كره التالته تسديد من خارج المنطقه عندنا لا يسجل بشكل جيد رمضان دائما كابتن محمد قلت قبل قليل ان البعض متخوف من هذه المباراه بالنظر الى من خرجوا السيليكا مسا وغيرهم لكن الايجابي ربما ما يراه البعض الايجابي هذا المنتخب الجنوب الافريقي ليس منتخب من نوعيه المنتخبات التي تتكدس في الدفاع بالعكس يحب يلعب كوره يخرج لازم تبقى صبور لان هم عاوزين يستغلوا الاخطاء فمش عاوزين نخش في التسرع عشان ما يبقاش في هناك اخطاء نستغلها فلازم الحاجات دي الصغيره لازم تتعامل معاها كويس خبرات اعلى خبرات اعلى اجي بس عشان المهم ريتم المباراه اللي بدأ نغسل المباراة أنا في وجهة نظر عندي ثلاث لعيبة لمنتخب المغرب وناحي واحد وناحي واحد وناحي واحد وناحي مباراتك النهارده لأنه هو الحلول كل ما كان زياش غير زوبير نافي جوج زيرو مش هتلاقي حلول كتير وغيره يقول لك مش بتاع تكتيك بتاع نوردين شلوان وناحي رقم 8 وناحي رقم 8 كل ما كان مستوى 10 من 10 كل ما كان مستوى زيزوري اليوم يعرف انه المسؤوليه عليه كبيره بحكم غياب بوفال. زيزوري المشكله عنده الوحيد انه لاعب سريع يراوغ اثنين ثلاث لاعبين مشكلته هو قدام المرمى في عمليه انهاء الفرصه او انهاء الهجمه فقط لاعب لو يركز بعض الشيء منها الفرصه بشكل جيد نشوف انه اليوم يكون احد لاعبين ممكن الفرصه من خلال تسجيل هدف هو عدلي حتى على نفسه لكن عدلي الفرق اللي بينه وبين زيزوري عدلي بينه وبين المرمى
يروح يسجل هدف ويسجل هدف يعرف كيف يلعب بشكل جيد افضل نسبيه من زيزوني لكن زيزوني ممكن يراوغ لثلاث لاعبين في الساحه الضيقه لعيبة حلوة قوي يعني ما عندوش وصف. وبعدين في حاجة تانية في الجو ده مش عاوزين اللي يفرغها اللي يفرغها ايه يعني ايه يفرغها مش كل سبرنتات مش كل حواليك انت باصي وانت تاخد المنافس يعني هم عندهم مشكله فطول ما كانت زياده عندك الاطراف تقدر تعمل عربيات والمسير اللي لازم يتمركز كويس ان شاء الله ويبقى في حالته الطبيعيه. نعم ونتمنى ان يكون المنتخب المغربي وان تكون العناصر المغربيه في قمه عطائها اليوم وان يلعبوا مباراه العمر بلغة كرة القدم ويحقق هذا الانتصار الذي سيكون مهما في مشوار الأسود فوق أرض الفيل. سفيان وعتارو مصونا حد شاركوا شو عديدين يلا اطلعوا دابا كانوا ناعسين الحمد لله وصلت جاك على طول خلاص سمعت انا بالخبزه ما عجبني الدماغ كنت في المشغول ازرع جيب ازرع اخوان قريبا نساليو اللايف قريبا وين نوفل انا عاقل عليها راشي وغنصور كل شيء رضا 3-1 يلا اللي باقي ما شاركش شويه وغادي نحبسو زيد سير صيرتي هاك سير ان شاء الله كما تتابعون مشاهدينا اخوان غادي قريب يبداو قريب نزاريك وعاد جول زيرو اخر اللحظات راه قريب نحبس اللايف عمر راه غيدخلوا دابا 16 كابتن يوسف نعلم جميعا ان المنتخب الجنوب الافريقي هو اول واخر واحد فاز على المغرب بعد كاس العالم ثاني اعتقد انها بدايه مهمه 10 دقائق الاولى تعطي فيها صوره ايجابيه ربما تهز الخصم اذا صح التعبير اكيد دائما 20 دقيقه الاول مهمه جدا خصوصا طبعا هذه المباراه اول شيء استحواذ على يعطيها فرصه للمنافس محاوله الضغط محاوله تسجيل هدف ونجاح تسجيل هدف في اول 20 دقيقه بالعكس يريح لاعبين اكثر ويعطينا ثقه اكثر لكن انا قلت هذه مباراه تختلف عن المباراه الاخيره كانت في دور المجموعات اقصائيات الامم وكان هناك تجارب العديد من اللاعبين لكن كما قلت الان الامور تختلف
كما قلت مع اللاعبين مع المدرب مع ظروف كما قلت هذه مختلفة، بالتالي ننتظر إن شاء الله دائما المستوى الجيد، التركيز كما قلت عندما تكون أخطاء ياسين الزيادي يلا جاي الأخطاء الفردية حتى الأخطاء على المستوى الجماعي، ونبقى دائما كمجموعة لنا. ريبالين حبس لايف إضاءة الفرص التي تتاح لمشاهدنا في المباريات السابقة، أتيحت فرص لقتل المباراة لكن تمت إضاءتها بغرابة ربما تركيز عامل بدني. برجع لك أخير. أنا عندي أساس سريع وأنا أحسس لك يوم ما داخلين إن شاء الله كان بيضيع فرص، فأتمنى النهارده يكون في حالته الطبيعية وفي تركيزه وفي كورسات الشمال واليمين حلوة، هو يتمركز كويس ما بين كابالا وكيكاني الاثنين السنتر باكين بتوع جنوب افريقيا، ممكن يلعب عليهم كويس قوي لان اللي هم اللي خسروا مباراه مالي نتيجه القضيه اللي موجودين في عمق الدفاع بالنسبه لجنوب افريقيا، فاتمنى كل الفرص اللي بتيجي للمغرب يستغلوها ان شاء الله تبقى مباراه كبيره بالنسبه للمغرب. كل التوفيق لاسود الاطلس، جماهير غفيره في المدرجات تساند المنتخب المغربي في هذه المباراه التي يعود فيها مشاهدينا كما تابعنا مزراوي الذي يلعب أول مباراة له، نتمنى له حظ موفق إلى جانب حكيمي واحد من أفضل اللاعبين على مستوى الأرقام والإحصائيات في دور المجموعات، أن يكونا في الموعد وأن يمد نصيري بكرات. يلا الإخوان غادي نصوروا دابا، دابا غادي نساليو قبل ما يبداو غنحاولوا نصوروا كاع الدراري يشاركوا دابا صافي معايا تخلص اللايف يعني سالات المسابقه ان شاء الله. واقيلا راه شاركوا واقيلا بزاف ديال الاخوان. عبد الباسط معطل يسالي النشيد الوطني وغادي نحبسوا اللايف يلا. النشيد الوطني يلا نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. عبد الباسط اخر واحد تيشارك هو دار جوج الواحد يلا اخوان تحياتي والسلام عليكم اللايف سلام.